السلام عليكم جميعا في SBE ميسان شابتر. اليوم هي المحاضرة الأخيرة والتي هي محاضرة إضافية من كورس ويل كنترول من تقديم الأستاذ المهندس عبد المجيد رمضان. أهلا بك أستاذ. إذا تقدر تباشر بالمحاضرة. تمام يا باشمهندس. تمام أوكي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شباب اهلا بكم. يعني في اللقاء مفتوح اكثر منه المحاضره، هنكمل بس ريفيو سريع على الكيلينج ميثودز ونقارن بس بينهم او امتى نستخدم كل طريقه، ولو عندكم بعض الاستفسارات عليهم وخلاص هننهي المحاضره على كده ان شاء الله، ما تكونش محاضره طويله. بالنسبه لي اتكلمنا احنا في الكيلينج ميثودز، اتكلمنا على يعني الطريقتين التقليديتين، الدريلر ميثود والويت اند ويت ميثود. الشاشه باينه معاكم كده يا شباب؟ نعم صار واضح. تمام ماشي. بالنسبه سريعا احنا اتكلمنا على الدريلر ميثود وذكرنا ان هي تو سيركوليشنز. الفيرست سيركوليشن الهدف منها ان انا اعمل ريموف للانفلكس، والسكند سيركوليشن هضخ او هسيركل الكيل مض اللي انا هشتغل بيها في الهول بتاعتي بعد كده. فبالتالي هي اتنين سيركوليشن. تمام، لو احنا خدنا الخطوات او السيبس بتاعت السيركوليشن بالنسبه لنا، اول شيء عندنا ذكرناه ان احنا هنطلع او هنشغل البامب بتاعتنا، المد بامب على 30 ستروك بير مينيت. الاكزامبل اللي معانا احنا اتكلمنا ان احنا المفروض هنشتغل بريت من 1-5 برميل بير مينيت، ده الريكومندد ريت، وذكرنا ان ده الريت ده مهم بالنسبه لنا ان احنا هيدينا فرصه ان احنا نستطيع ان احنا نتحكم في التشوك. و زي ما اتكلمنا في اول في الجزء بتاع الايكوبمنت، وانا بعمل الكيلينج الريتيرن فلو بتاعي بيرجع على التشوك مانيفولد، والهدف منه ان انا بعمل باك بريشر بيها على البير زي ما احنا اتكلمنا في الخطوات. بس انا بحاول يعني الم الموضوع شويه عشان ما يبقاش فيه يعني لو حد حصل فيه ميسنج ولا حاجه يكون ايه يلم الموضوع ان شاء الله بمره ثانيه. ف احنا واحنا شغالين الوضع العادي او في الاوبريشن دريلنج اوبريشن واحنا شغالين، الريتيرن فلو بتاعنا بيرجع لنا على الفلو لاين. في حاله الكيلينج انا محتاج اعمل باك بريشر من السيرفيس، الهدف منه ان انا احافظ على البوتوم هول بريشر اثناء السيركوليشن، وبالتالي الريتيرن بتاعي هيكون من خلال التشوك مانيفولد، وبتحكم فيه من خلال التشوك الريموت تشوك. تمام، واثناء عمليه الكيلينج بيكون عندنا السوبرفايزر او التربوشر موجود على الريموت كنترول بانل على الريك فلور. تمام، ومعاه الحفار موجود على البامب او على في الكابينه بتاعه الحفار، يعني الكونسول بتاع الدريلر هو بيشغل هو البامب حسب التعليمات اللي موجوده بالنسبه له من خلال التربوشر او السوبرفايزر. لما بيوصل مشغل البامب ما بشغلهاش مره واحده، انا عاوز وانا بعمل ستارت اب للبامب او برينج بامب تو كيل ريت من 0 ل 30 ستروك اوصل او احافظ على البوتوم هول بريشر في الوقت ده وانا بعمل البرينج بامب تو كيل ريت. الحفاظ عليها بيكون من خلال ايه؟ من خلال التشوك، ومن خلال ان انا احافظ اعمل هولدنج للكيسنج بريشر لحد ما اوصل او الى ان اصل ل 30 ستروك بير مينتس. تمام، يعني خلينا نقول الاجراءات لو تخيلناها، التربوشر بيفتح على تشوك بيطلب من الحفار ان يبدا يفتح يشغل البامب بسلو ريت يطلع على 5 ستروك وليكن. تمام، هيبدا البريشر يعلى شويه في الكيسنج يبدا يفتح اللي تشوك شويه ويطلب منه يزود كمان 5 ستروك وهكذا لحد ما يوصل هو بيفتح اللي تشوك، بحيث ان انا احافظ على الايه؟
على 900 بي اس اي دول عندي على الكيسنج بريشر. ده الكلام ده امتى؟ وانا بس جاست ان انا بعمل بطلع اوصل لحد ال 30 ستروك، بزود البامب الريد بتاع البامب من 0 ل 30 ستروك ستيب باي ستيب، وفي نفس الوقت بفتح التشوك عشان ايه؟ احافظ على ال 900 بي اس اي دول اللي احنا شايفينهم في الاكزامبل اللي معانا ثابتين. جاست ان انا حصل ان وصلت بالبامب الكريت ل 30 ستروك بير مينيت، تمام خلاص انسى الكيسنج بريشر واروح اعمل ايه؟ ابص على او اوبزيرف لي الدريل بايب بريشر. الريفرنس بتاعي بعد كده هيتحول للدريل بايب بريشر، والمفروض ان انا بعد ما اوصل للكل ريت اللي هم 30 ستروك بير مينيت اتفقنا ان البريشر هيوصل هنا لكام؟ هيوصل هنا لما يعرف بالاي سي بي انيشال سيركوليتنج بريشر، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو الاي سي بي بتاعنا، عباره عن الفريكشن لوسز اللي عندي، بريشر لوسز في السيستم اللي انا كنت عامل له معايره بالدايناميك سلو بامب ريت اللي انا خدت قياس ليه كل شيفت، تمام؟ وبالاضافه الى البريشر الشاتن دريل بايب بريشر اللي كان عندي، يبقى الشاتن دريل بايب بريشر بلس الدايناميك بريشر لوسز اللي عندي عند 30 ستروك بير مينيت هيدوني الانيشال سيركوليتنج بريشر. فالمفروض انا عاملها حسابيا مسبقا وانا بحافظ عليها بالتشوك وانا بشتغل بعمل عمليه الكيلينج، تمام؟ او بعمل طبعا حسب الايه بعتبر ان انا ببدا عمليه الكيلينج سيركوليشن الانفلاكس في الدريلر ميثود الفيرست سيركوليشن، انا بجهز او بدايه ايه الخطوات بتاعه الكيلينج اوبريشن. طيب هنا يبقى انا حافظ على الايه ال 800 بي اس اي دول، هم مش هيطلع لي لوحده. انا لو انا ماشي صح، لو انا ماشي بالخطوات صح ومحافظ على التشوك الفتحه بتاعته مظبوطه، البرشر بتاعي هيكون هنا كام؟ 800 بي اس اي. طيب لما يكون البرشر عندك على الدريل بايب برشر 800، ده معناه ان الايه البوتوم هول برشر بيساوي القيمه اللي انت عاوزها اللي هي اباف الايه الفورميشن برشر، عشان ما اخدش انفلاكس مره ثانيه، ما ينفع مش عاوز اروح للاندر بالانس. فالريفرنس اللي هي فيه او انا العنايه اللي بشوف بيها هي الايه الدريل بايب برشر، المفروض يكون ثابت كونستانت عند الكام؟ عند الاي سي بي. ده في حاله الايه انا لسه بضخ الايه نفس المض اللي انا شغال بيها الاوريجينال مض، وبالتالي انا ايه وانا بسركل الانفلكس السترنج بتاعي الدريل بايب سترنج ما فيهاش غير وان فيز اوريدي وان مض ويت، تمام؟ اللي هو الاوريجينال مض ويت، ببدا سركل الانفلكس وانا مثبت الايه الدريل بايب بريشر. ده معناه ايه؟ ان انا بتحكم في التشوك. لو انا وانا شغال بعمل وانا شغال في اثناء السيركوليشن ده وجدت ان البريشر هنا طلع بدل 800 طلع ل 1000، المفروض اعمل ايه؟ شباب لو نفتح المايكات عادي براحتكم يعني. لو انا البريشر بتاعي وانا بعمل سيركوليشن وجدت ان البريشر بتاعي وصل ل 1000 بي اس اي، هو انا كنت مفترض الاي سي بي 800، تمام؟ وجدته 1000، المفروض اعمل ايه؟ افتح الكيسنج شويه تشوك. بالظبط افتح، اي جميل، افتح التشوك شويه، تمام؟ ازود فتحه التشوك سلولي خالص، بتبقى حاجات بسيطه جدا، فيبدا البريشر بتاعي ايه؟ يبدا الكيسنج بريشر هيبدا ينزل الاول. خلي بالنا يعني لو انا بعمل سيميليتور شغال سيميليتور، الكيسنج بريشر هيبدا ينزل الاول، وبعد كده الدريل بايب بريشر هيبدا ينزل ايه؟ تدريجي. انا الفتحه اللي بفتحها بالراحه وابدا اعمل اوبزيرف للبريشر بتاع الايه؟ الدريل بايب بريشر، انا يميني في الاخر الدريل بايب بريشر، فيبدا ينزل معايا شويه شويه لحد ما ايه؟ اكون اباف ال 800 بي اس اي بسيفت مارجن 50 بي اس اي 100 بي اس اي مش مشكله، بس الفكره ان انا ايه؟ بتحكم فيها من خلال التشوك، انا اللي بظبط البريشر بتاع الايه؟ الدريل بايب بريشر عند القيمه اللي المحسوبه مسبقا او اللي هي المفترض ان ايه؟ اكون عندها. بعد كده بكمل لحد ما ايه؟ الانفلكس يطلع. طيب وانا بطلع الانفلكس اللي بيحصل معايا يا شباب، انا محافظ على الكيسنج بريشر، مش محافظ على الكيسنج بريشر، انا عامل باك بريشر من التشوك بحيث اني حافظ لي على البوتوم هول بريشر يكون ثابت، خلينا نسمي عند الكوريكت فاليو اللي انا عاوزها، وعناية على مين؟ على الدريل بايب بريشر. طيب ايه اللي هيحصل للكيسنج بريشر وانا بعمل الكلام ده وانا بعمل السيركوليشن للانفلكس؟ الكيسنج بريشر يبدا يعلى، هيزيد ليه؟ لان انا البريشر الجاز اللي داخل الانولس وانا بسركله كل ما يصعد لاعلى
يحصل له اكسبانشن يتمدد. الاكسبانشن ده هينتج عنه ان هيعمل ديسبليسمنت اكبر للمض. يعني انا لو بضخ برميل، خلينا نقول كده بضخ برميل، المفروض في الوضع الطبيعي لو ما عنديش جهازس هيطلع لي بارل، يبقى بامبنج 1 بارل هيلاقي الاوتبوت بتاعي او ريتيرن 1 بارل، تمام؟ المفروض يبقى ايكوال طبعا على اهمال ان انا ما عنديش لوسز، تمام؟ فبالتالي انا هنا ايه البارل هضخ برميل يطلع لي برميل زي. طيب اللي بيحصل ايه؟ اكشوال الجهاز بيحصل له اكسبانشن، فمعناها هياخد حيز اكبر، بالتالي هيطلع لي الريتيرن اللي وانا بسلك الانفلكس، الريتيرن بتاعي هيكون اكبر من البارل. لو انا بضخ برميل الريتيرن بتاعي هيكون اكبر من الايه؟ من الوان بارل. وبالتالي هبص على البيت جين، البيت ليفل اللي عندي هيبدا يزيد. هو ما عنديش سكند انفلكس، ما عنديش مشكله، بس انا عندي الجهاز بيحصل له اكسبانشن، فالبرميل اللي انت بتضخه ما بيطلعش بارل، لا بيطلع بارل بلس، تمام؟ خلينا مثلا تخيل برميل وربع، مثلا برميل واحد من عشرة وليكن، يبقى انت ايه الفوليوم بتاعنا في البيت بيزيد. البريشر على الكيسنج نتيجة الكلام ده يحصل ايه؟ الاكسبانشن اللي هيحصل هنا هيخلي لك الهايت الارتفاع بتاع الجاز يزيد، وبالتالي هيأثر على 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 البريشر تحت بايه؟ سوري، الهيدروستاتيك بريشر اللي عندك هيقلل الهيدروستاتيك بريشر. وانا عاوز البوتوم هول بريشر يكون قيمه ثابته في الاخر اللي هي اعلى من الفورميشن بريشر. يبقى اعوض الكلام ده منين؟ اعوض النقص في الهيدروستاتيك منين؟ يا شباب اعوض النقص في الهيدروستاتيك بريشر منين يا شباب؟ عشان احافظ على البوتوم هول ثابت اعلى من الفورميشن بريشر. الاي اس بي. من ايه؟ من السيال سيركيليشن بريشر. لا خلي بالك، بصوا يا شباب، البامب ريت ما بغيروش. خلينا نتفق على دي الاول، البامب ريت ما بغيروش. ماشي، اتفضل باشمهندس، حد ثاني عنده اجابه؟ من الباك بريشر بالكيسنج. الله يفتح عليك. انا كل بعد ما بوصل يا شباب للكل ريت، انا ماليش دعوه بالبامب، انسى البامب خالص. خلاص الكل شغلي كله على البامب شغاله بنفس الريت، وانا شغلي كله عشان ما غيرش، ما يبقاش عندي اكثر من تغير. البامب ريت بثبتها عند ال 30 ستروك، والشغل بتاعي كله على اللي تشوك، الشغل كله والتحكم كله من خلال الايه؟ من خلال اللي تشوك. فانا بعمل بالظبط، بعمل باك بريشر او السيرفس بريشر هنا هو اللي هيزيد عندي، هيعوض لي الايه اللي هنا. اتفقنا ان البريشر تحت عند البوتوم هول بيساوي مين؟ بيساوي الهيدروستاتيك بلس الايه؟ بلس الباك بريشر اللي على السيرفس اللي انت عامله باللي تشوك، ودي فايده اللي تشوك عندي. فبالتالي البريشر انا لو ماشي مظبوط وكل حاجه تمام، يعني الدرل باي بريشر مظبوط عندي، معناها البوتوم هول بريشر مظبوط عند القيمه اللي انا عاوزها، ذا كوركت فاليو، تمام؟ وبالتالي الهيدروستاتيك بريشر هيقل، يعوضه لي على طول مباشره الايه؟ السيرفس باك بريشر او السيرفس كيسنج بريشر. ده اللي هيعوض لي الايه؟ الفارق بين الفورميشن بريشر والهيدروستاتيك بريشر، تمام كده؟ يبقى كل وبالتالي كل ما الجاز يصعد لاعلى الاكسبانشن بيزيد، يبقى البريشر عندك هيحصل له ايه؟ على الكيسنج يبدا يزيد ويعلى معاك. معايا كده يا شباب؟ مفهومه الجزئيه ديت؟ يبقى انا البريشر بتاع الكيسنج هيعلى معايا، تمام؟ على لان الجاز كل ما يصعد لاعلى بيتمدد، يحصل له اكسبانشن وبيقل الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي اعوض الوضع ده او اعوض القيمه بتاعت الهيدروستاتيك، النقص في الهيدروستاتيك من خلال الباك بريشر من على الكيسنج بريشر او من خلال التشوك، تمام؟ خلاص بعد كده انا طلعت كل الجازس، وانا بطلع خلي بالنا الجازس لما توصل للتشوك وهتبدا هي تطلع، طبعا بتكون شغاله على المد جاز سبريتور عشان افصل الجازس بره لوحدها، والمد هتروح على الايه؟ على التنكات بتاعتي على المد سيستم. طيب الوقت ده لما يبدا الجازس تطلع من التشوك هيحصل هنا العكس يا شباب. هتجد ايه؟ انت بتضخ مد واللي بيطلع لك ايه؟ غاز. بالظبط. فيحصل البيت ليفل يحصل له ايه في الحاله ديت؟ دروب. بالظبط، الله يفتح عليك. هيفضل يحصل له دروب لحد ما ايه؟ لو احنا ما كناش واخدين سكند انفلكس تاني، هتجد ان الجين بتاعك اللي كان اولاني خالص اللي انت عملت عليه شط للبير، انا كنت خدت جين مثلا 10 برميل او 20 برميل،
هتجد الليفل بتاعك هو الايه، هو نفسه في الجين اللي هم العشرين برميل او العشر برميل اللي احنا خدناهم جين، لان الغاز طلع خلاص وحل محله تاني الايه الفوليوم بتاع الكمية اللي احنا او سوري او كمية من المضة داخل التاني الايه دخلت الانوس مكانها. طيب لو احنا كملنا بالشكل ده، ده خلاص احنا كده طلعنا كل الانفلاكس اللي عندنا، البريشر بتاعنا دروب بايب بريشر لسه عند الاي سي بي وانا مشغل البام، والكيسنج بريشر هينزل عندي. يعني لو انا فاتح مظبط التشوك بتاعي مظبوط، هتجد ان البريشر عندك هنا على الكيسنج 500 بي اس اي مساويين للاوريجينال شاتن دروب بايب بريشر، ده مساوي للاوريجينال شاتن دروب بايب بريشر. تمام كده انا ايه خلصت الفيرست سيركيليشن. اول ما لو احنا طفينا البامب بالشكل ده، البامب شوت داون، هيحصل عن زيرو ستروك، هتجد ان البريشر عندنا الدريل بايب بريشر بيساوي الكيسنج بريشر، الاثنين متساويين مع الاوريجينال شوت دريل بايب بريشر. ليه؟ لانك انت خلاص انت ما عادش عندك انفلاكس، ما عادش عندك فرق في الهيدروستاتيك بريشر بين الاثنين، بين الدريل بايب والانولس، وبالتالي الايه البريشر على السيرفس انت لسه اندر بالانس. احنا لسه ما عملناش، ما دخلناش الكلمه مض، لسه ما زال عندي اوفر اندر بالانس بمقدار 500 بي اس اي، فبالتالي البريشر عندك عند البوتوم تمام هيساوي الهيدروستاتيك بريشر زائد الايه الشاتن بريشر اللي احنا عندنا ده، هو ده نفسه اللي هيساوي لك الفورميشن بريشر. فانت لسه اندر بالانس زي ما احنا ما غيرناش ايه اي شيء، اللي عندي لسه الاوريجينال مض. بعد كده ابدا اضخ الايه الكلمض بتاعتنا اللي احنا حسبناها، الويت بتاعي كان كام تمام. عشان استاذ بس في جزئيه معينه اتفضل، ممكن بخصوص الاكسبنشن الغاز لما نعمله في الفيرست سيركوليشن، ايوه يحصل اكسبنشن الايفكت حق البريشر الاب والداون، ممكن توضحه؟ طيب ذكرته في المحاضره الماضيه، يعني ممكن تزيد توضحها اكثر قبل ما ندخل في السكند سيركوليشن. تقصد ايه بالاب والداون من ناحيه؟ مش بيحصل له اكسبنشن فبيأثر بالضغط الى الاعلى والى الاسفل. انت بتكلم عن الجاز اللي احنا لا الجاز ميجريشن اثناء نعمل فيلم سيركوليشن، فقبل ما يطلع للتشوك فبيكون عنده اثنين ضغوط الى الاعلى والى الاسفل. اي جميل جميل بتشرحوا فيها، يعني ممكن تزيد توضحها اكثر. طيب حاضر يا هندس، ده خلي بالنا بس عشان ما نخلطش بين نقطتين مهمين. انا عندي فيه جاز اكسبانشن تمام، وعندي جاز ميجريشن تمام. معايا كده يا شباب؟ الاثنين دول مختلفين. انا عندي الجاز ميجريشن ده بيحصل معايا وانا عامل شاطئ للبير، انا البير مغلق ما بسيركلش، ما فيش سيركوليشن للانفلاكس، ما فيش بامبنج، انا عملت شاطئ للبير ونتيجه ان الديفرنت في الدنسيتي عندي بيحصل ايه، بيحصل الجاز بيبدا يصعد لاعلى تمام من دون اي شيء عندك، انت ما فتحتش ما بتسيركلش تمام كده. الحاله دي بيكون عندي الفوليوم بتاع الجاز ثابت ما تغيرش. هنروح لها الان، هنروح على الرسمه بتاعتها، بس انا عايز افرق بين ده حاله الجاز ميجريشن الهجره او الانتقال بتاع الجاز نتيجه الاختلاف في الدنستيز، والنقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي الايه السيركوليشن تمام كده. انا بعمل سيركوليشن، انا اوريدي فاتح البير، فالفوليوم بتاعي بيتغير، الجاز يستطيع ان يعمل اكسبانشن ويضغط لي على الايه على الفلو اعلى ويطلع لي كميه اكبر، هو ده اللي بيحصل في الايه في السيركوليشن ماشي. لكن خلينا نروح، طيب نرجع سريعا للجزئيه بتاعه الجاز ميجريشن، عارف ان هي بتلخبط ويعني مش بسهوله ان احنا ناخدها. لا عفوا يا استاذ اتفضل. في حالة الإميجريشن مش نفسها بتكون أثناء السيركوليشن، يعني لأنه نحن بنخفف لا. الضغط لا. يحصل ها الاختلاف هنا، أنت في حالة السيركوليشن أنت فاتح اللي تشوك وبتسيركل الفلو، بتخش عندك مض، بتعمل بامبنج بمض ويطلع لك مض والجاز بيصعد معك وانت شغال بنفس الوقت، ما يحصلوش إميجريشن. ده هو بالظبط، ده مش ميجريشن، ده هنا انا بضخ من تحت بعمل له ديسبليسمنت، كان بعمل ديسبليسمنت للايه للانفلاكس. معايا كده؟ انا بعمل ديسبليسمنت هنا للانفلاكس،
فالموضوع بيكون مختلف. واضح الفرق بين الاثنين كده؟ اوكي اوكي واضح. ده الاختلاف هنا، ان انا في حالة البير هو مغلق دي بيحصل له جاز ميجريشن نعمله شاطل، لكن انا هنا بعمل سيركوليشن. ده الاختلاف بين الاثنين. تمام. طب وحالة السيركوليشن ما بيأثرش ضغط يعني الى الاعلى والى الاسفل مثل الاميجريشن؟ لا هو يأثر برضو، بس هو هنا بيبقاش بيدفع، انت بتبقى انت اللي بتدفعه من تحت، انت بتحركه، انت سمحت له ان هو يتحرك اصلا ويحصل له اكسبانشن. الاكسبانشن بيحصل ليه؟ لانك انت الهيدروستاتيك الاعلى منه بيبدا ينخفض بيقل وانت بتحركه من اسفل. البشره يا شباب بيضغط دوما. احنا متفقين ان البشره عباره عن ايه؟ عباره عن وزن عمود السائل. تمام. اللي عندك اعلى اي نقطه عندك، يعني مثلا انا كنت على عمق متر، فالبشر الهيدروستاتيك بشر اللي بيأثر على عند العمق المتر ده هو ارتفاع السائل الاعلى منه مش اللي اسفل منه، ملوش دعوه بالاسفل منه. وانا عامل سيركوليشن البريشر بيتغير بتاع البوتوم، بس مش عشان الضغط عليه من الجهاز، الجهاز بيضغط لاعلى، بس في الحاله ديت الجهاز بيصعد لاعلى وبيعمل لي ديسبليسمنت للفلويد، فهو بتمدد وانا سامح له اصلا يغير الايه الحجم بتاعه، فبالتالي مفيش مشكله. لو روحنا تاني نتذكر الجزئيه دي طبعا، بس ممكن يكون برضه حصل كونفيوجن عشان كده. بس خلينا نبص على الفكره هنا. الجاز ميجريشن ايه اللي بيحصل؟ انا خدت الان كيك تمام وعملت شاطل للبير، المفروض البريشر ده زي ما ذكرت لكم المفروض يبقى ايه اعلى من كده، يزيد شويه بتوع الشاطل بريشر يعني. بس خلاص خلينا ان ايه، انا هتخيل ان انا الميجريشن بدا معايا على طول من الاول، بس ده يعني الرسمه فيها يعني جزء ايرور. المفروض ان انا يكون هنا عندي ايه الشاطل بريشر بتاعي مثلا 100,000 بي اس اي 500 بي اس اي وطفر. تمام. دول هيزيدوا معايا على البوتو على البريشر بتاع الجهاز. بس خلينا نتخيل ان انا اول ما عملت شاطل للبير تمام، ايه اللي حصل عندي؟ البريشر بتاع في داخل الجاز، الجاز بوكت اللي احنا اتكلمنا عليها دي كانها بالونه زي ما اتكلمنا، البريشر اللي هيكون اعلى منها هو اللي هيأثر عليها، هو اللي هتاخد القيمه بتاعته. اول ما الجاز يطلع من الفورميشن تمام هياخد البريشر بتاع الايه؟ هياخد البريشر نفس البريشر اللي اعلى منه المؤثر عليه، اللي هو عباره عن الهيدروستاتيك بريشر اللي احنا افترضناه ان هو ايه؟ الهيدروستاتيك بريشر هنا. طب قيمة الهيدروستاتيك بريشر هنا كام؟ اتكلمنا هي 6500 بي اس اي. فأصبح البريشر داخل الجاز نفسه هو نفس المقدار اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو كام؟ اللي هو 6500 بي اس اي. تمام كده؟ طيب استاذ اتفضل. استاذ بالنسبة للغاز البريشر اللي انت تقول عليها هي مش بالطب، لا مش في طب الجاز، مش في الطب الايه، مش في طب الجاز بتاع هذا الجاز. ايوه مش 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 مش, مش في الطب ده، مش على السيرفيس يعني. نعم انا بتكلم، انا بتكلم هنا البريشر تحت، ده البريشر، انا بتكلم على البوتوم، هو البريشر تحت هنا هيكون عباره عن ايه؟ 6500 اللي هو الهيدروستاتيك بريشر عندي. انا ما اتكلمتش على السيرفيس لسه خالص. ها تقصد ايه يا باشمهندس؟ ده اللي انا اعنيه، اللي انت تعنيه كده ولا حاجه ثانيه؟ باشمهندس اللي كان بيسال يعني البريشر الهيدروستاتيك بتاع الغاز محسوبه او لا؟ ولا بنحسب بالطب الغاز فوق الغاز؟ لا الاعلى منه. تمام انا بتكلم على الاعلى من الجاز. ما هو اللي هيسبب البريشر بتاع الجاز ايه؟ ما انا بتكلم، انا لسه الجاز طلع من الفورميشن هيطلع بانهي ضغط؟ ما هو المفروض اللي هو كان معمول معاه بالانس اللي هو الهيدروستاتيك بريشر اللي عندك. تمام. هو المفروض يزيد معاه الاندر بالانس كمان. يعني لو انا خلينا اوريها لك بشكل ثاني، كان فيه الشاطن بريشر اول ما بعمل شاطن للبير تمام، ايه اللي هيحصل عندك؟ انت عملت شاطن خلاص اهوت 500 بي اس اي مثلا، كيسنج بريشر بتاعك 500 بي اس اي تمام. فالجاز بريشر، البريشر اللي داخل الجاز هنا اللي هو هيكون اعلى منه الهيدروستاتيك بريشر تمام، بلس الشاطن اللي عندك اللي هو الشاطن دريل باي بريشر، الشاطن كيسنج بريشر اللي هم مثلا 500، والهيدروستاتيك بريشر كان عامل 5000، يبقى البريشر هنا على الجاز عباره عن كام؟ 5500 بي اس اي. هو البريشر اللي اعلى منها
العباره عن الهيدروستاتيك زائد الايه زائد الـ ما هو الكميه الغاز اللي تحت دي يا باشمهندس محصوره بين مين؟ ها محصوره بين الفورميشن بريشر تمام والايه والهيدروستاتيك اللي اعلى منها والشاطن اللي فوق صح كده؟ دي بالانس بين الاثنين بين الفورميشن فهتكون البريشر اللي داخلها مساوي للفورميشن بريشر معايا كده؟ فتعالى نروح على هي نفس الكلام اللي هنا هو اللي احنا بنتكلم فيه هناك بس خلينا نرجع لنفس التسلسل بتاعنا فهو البريشر هنا هيكون بتاع الايه؟ اللي داخل الجاز هو نفس البريشر اللي ايه؟ اللي خلاص اللي هو مساوي للفورميشن بريشر نتخيل كده يعني طيب الـ هنا خلاص الجاز خد البريشر اللي هو ايه؟ داخله طيب الجاز لما يصعد لاعلى لما يبدا يتحرك البريشر داخل الجاز نفسه احنا تخيلنا قلنا الجاز عباره عن ايه؟ ماشي بيتحرك كانه بالونه زي اطار السياره انت وانت مش مهندس اطار السياره حط فيه مثلا 30 بار تمام ال 30 بار دول البريشر اللي حواليه بره كام ها اطار السياره في 30 بار اللي بره ده بيكون فيه ايه زيرو او اللي هو الاتموسفيريك بريشر اللي حواليك صح كده اللي هو ما يعادل 1 بار تقريبا يبقى انت الاطار مضغوط من الداخل في بريشر والبريشر اللي فيه ثابت ما بيتغيرش هو ده اللي بيحصل في الجاز الجاز هو بيتحرك من اسفل لحد ما يطلع لاعلى داخل لو انا مش فاتح البير انا مش عامل سيركوليشن انا عامل شاطل للبير فالجاز بيتحرك لوحده بالجرافيتي نتيجه ان الفرق الاختلاف في الدينستي تمام فهيطلع لاعلى لو تخيل ان هو وصل للنص البريشر داخل الجاز نفسه نفس القيمة ثابتة كأنك عازله عن الإطار اللي حواليه معايا كده يا باشمهندس فبالتالي البريشر داخل الجاز بوكيت ثابت عند الايه نفس القيمة اللي خدتها من تحت اللي هي كانت عند البي 1 البي 1 هتفضل ثابتة لان الفي 1 ما اتغيرتش فالبريشر هنا بتاع الجاز بوكيت ثابت طيب اللي هيحصل هنا ايه هنا هيضغط الجاز دوما بيحاول يتمدد بس انت مش سامح له يتمدد فنتيجة الوضع ده ايه؟ بيضغط على الكيسينج لأعلى او الفلويد اللي داخل الكيسينج داخل الانوس عندك لأعلى والاسفل نتيجة الضغط ده لأسفل لو جمعنا مجموعة الضغوط اللي مأثرة معاك للايه؟ للأسفل هتكون ايه؟ الهيدروستاتيك بريشر تحت الجاز بلس الضغط الغاز نفسه معايا كده؟ يبقى البريشر اللي مؤثر على البوتوم هيكون عبارة عن مين؟ عبارة عن المسافة اللي عندك ديت اللي هي ال 5000 قدم هنا هي الاكزامبل في البي بي جي بتاعنا الوزن في الثابت هيديك ايه؟ الهيدروستاتيك بريشر اللي هم 3250 بلس الايه؟ البريشر اللي في اللي داخل البوكت بتاع الغاز نفسها مجموع الاثنين هيديك 9750 على البوتوم طيب على السيرفس السيرفس هيساوي عباره عن ايه برضه نفس الموضوع هتجمع قوه يعني الاتجاهات بتاعتك الجاز بيحاول يضغط لاعلى تمام بيدفع الفلويد كله لبره لو انت فاتح الفالف هنا هتنه عامل ايه لو احنا فتحنا الفالف هنا او التشوك ايه اللي هيحصل يا شباب ريليز للبريشر لا غير البريشر انا بتكلم عن الفلويد هيحصل له ايه هيطلع لبره هيعمل اسكيب لبره ليه لانك انت بتدفعه انت الجاز من تحت بيحركه بيدفعه صح كده؟ زي فكرة الاكيوميليتور انا حاطط بريد شارج بريشر بالنيتروجين يعمل لي ايه؟ بيدفع لي الفلويد يضغطه عشان اول ما بفتح الاكيوميليتور بفتح عليه الفالف بتاعه او على المانيفولد هيبدا الايه؟ الفلويد يتحرك معايا نفس الموضوع هنا نفس الشيء البريشر هنا مضغوط بتاع كانها بالونة غاز موجودة عندك لو انت فتحت الفالف هنا هيبدا يتحرك الفلويد بره تمام؟ هيدفعه للخارج طيب انت عامل شاطل للفالف معناه ايه؟ ان في فورس ضغط على الفالف ولا لا؟ صح كده؟ الفورس اللي ضغط على الفالف دي جايه منين؟ من القوه اللي ايه؟ الفارق بين قوه الدفع بتاعه الغاز لاعلى والهيدروستاتيك بريشر المؤثر لاسفل الفارق بين الاثنين هيساوي 3250 اللي هو 6500 ماينص نص الارتفاع العمود بتاعك اللي هو نص ال 6500 اللي هو هيطلع عندك 3250 بي اس اي دول كانهم الفورس او الضغط اللي هو هيكون مؤثر على الايه على التشوك فالف اللي عندنا او على اي ايزوليشن فالف انا حاطه
على السيرفس فوق. تمام كده؟ لحد كده واضحه يا شباب؟ تمام. جميل. الجاز ده لو فضل يصعد برضو، احنا كلمنا ده طبقا لقانون الايه؟ قانون الغاز، الغازات اللي هو البي 1 في 1 يساوي بي 2 في 2. تمام؟ ده الصيغه المبسطه، لان في القانون العام بتاع الغازات اللي هو البي 1 في 1 على الان زد دلتا تي، يعني خليها ايه الصوره المبسطه بتاعتنا، البي 1 في 1 بيساوي بي 2 في 2. فلو انت ما غيرتش الفوليوم فبالتالي البريشر هيفضل ايه؟ هيفضل ثابت. تمام كده؟ طيب نفس الشيء هنا، الفوليوم لو احنا تخيلنا ان دي بي 2 في 2 فهيكونوا مساويين بي 1 في 1، هنا بي 3 في 3 برضه الفي 3 بتساوي الفي 1 ما اتغيرتش، فيبقى البي 3 بتساوي البي 1 هنا، فهتساوي البريشر في الجاز بوكيت نفسها 6500. طيب البريشر على البوتوم هيساوي الضغط بتاع الغاز اللي هو هيأثر للبوتوم وهيأثر على الفالف، كانك هنا ضغط على الفالف، وزائد او بلس الايه؟ الهيدروستاتيك بريشر اللي عندنا اللي هو عباره عن كان 6500 بلس 6500 يبقى 13000 بي اس اي. طبعا انا ما بسمحش لو انا عملت شطل للبير والجاز بدا يحصل له الميجريشن وبدا البريشر يزيد بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده، تمام؟ لو احنا شفنا الكيرف ده اهو، انا عملت شطل للبير وحصل الستابلايزيشن وبعدين بدا يعلى تاني، هتني رايح عامل ايه يا شباب؟ هتني عامل بليد اوف من الانيلوس من التشوك من التشوك بتاعنا، هتني عامل بليد اوف. البليد اوف اللي انت بتعمله بيسمح لك ان يعمل ايه؟ بتطلع جزء من المض اللي عندك، وبالتالي الجهاز يحصل له ايه؟ ها يحصل له ايه يا شباب؟ اكسبانشن. الله يفتح عليك. حصل له اكسبانشن، فانا استفدت بالايه؟ الاكسبانشن هنا عمل لي ايه؟ التاثير بتاع الاكسبانشن عمل لي غير لي الفوليوم، حصل تمدد، الفوليوم زاد. لما الفوليوم يزيد البريشر يحصل له ايه؟ ينخفض. لو البريشر اه بالظبط، لو الفوليوم زاد اربع اضعاف البريشر ينزل يقل للربع. ها معايا كده؟ تمام يا شباب؟ ده ايه؟ ده اللي انا بعمله لو حصل المشكله بتاعت الميجريشن وانا لسه بجهز للمض، تمام؟ بجهز الكل مض وانا هشتغل مثلا بالويت اند ويت وليكن، تمام؟ يبقى لازم اروح اعمل الايه؟ اعمل البليد اوف ده عشان انزل البريشر بتاعي ما اوصلش للماس او للماكسيمم الاوبل انولر سيرفس بريشر عندي. تمام كده؟ ماشي يا شباب. طيب وضحت فكره الجاز ميجريشن. الجاز ميجريشن مختلفه عن مين؟ مختلفه عن السيركوليشن للانفلكس اللي عند او للجاز. طيب نكمل يا شباب. هنا احنا خلاص رحنا للسكند سيركوليشن. نفس الشيء وانا بضخ يا شباب الكل مض، وانا بس الشاشه ما تغيرت. نعم الشاشه ايه؟ ما تغيرتش السلايد. طيب ثواني معلش. الشير طبعا انا هغير الشير اعمله على الانتاير كله خلاص. احسن احسن هيك احسن. ماشي. ماشي يا جميل. طيب واضح الصوره ظهرت عندكم الشاشه برزنتيشن؟ ايوه واضح الان. طيب تمام. انا الان هبدا ايه؟ اضخ الكين مض، هعمل فيه ايه؟ عندي السكند سيركوليشن، وانا برفع المض بشغل البامب من الزيرو ل 30 ستروك، تمام؟ انا على مين؟ اثبت ايه وانا بعمل الكلام ده؟ هولدنج الكيسنج بريشر كونستنت. يبقى خليها قاعده يا شباب، اي تغير في الاستروكات، يعني لو انا مثلا كنت شغال على 30 ستروك وعاوز اطلع ل 40 ستروك، او كنت شغال على 40 ستروك وحصلت عندي في اثناء عمليه الكيلينج البريشر في الانلس زاد بشكل كبير، انا عاوز انزل الريت مثلا، عاوز ابطئ البامب شويه،
وانا بخفض البم من 40 ل 30 سترك بثبت او ببص على الايه هولدنج الكيسنج بريشر. لو انا بعمل شاطل للبير بعد مثلا الفيرست سيركوليشن برضه نفس الشيء، عناية على مين؟ على الكيسنج بريشر، يبقى بعمل هولدنج للكيسنج بريشر وقت ما بزود الريت او اقلله، وقت ما بشغل البامب للكل ريت وطلعها للكل ريت او بنزلها من الكل ريت للزيرو واتيفر اي واحده فيهم، اللحظه ديت او الوقت ده بكون مثبت الكيسنج بريشر علشان يحافظ لي على البوتوم هول بريشر كونستانت عند الايه عند الكوريكت فاليو او الكوريكت بريشر اللي انا عاوزه. تمام كده؟ طيب اتفقنا ان احنا هنا انا هبدا الكيل مض برضه هوصل للاي سي بي الاول اللي هو نفس القيمه اللي 800 بي اس اي، بس هبدا هنا يحصل ايه لما الكيل مض تبدا تدخل في الدريل سترينج. تمام؟ هيحصل عندك ان البريشر امام على السيرفس بريشر بتاع الدريل بايب هيبدا ينخفض، هيبدا يقل ديكريز 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 لحد ما يوصل الكيل مض توصل للبيت. ايه اللي هيحصل عندك؟ الدريل بايب بريشر هيوصل للفاينل سيركوليتنج بريشر. اتفقنا ان الفاينل سيركوليتنج بريشر بيساوي ايه؟ نعرف نحسبه، لان انا هحسبه الاول وانا بعمل الكيل شيت بحسبه عشان يكون عندي الايه؟ بيكون عندي القيم اللي انا همشي عليها. فالفاينل سيركوليتنج بريشر هيساوي ايه؟ الكيل مض اللي انت هتشتغل بيها على الاوريجينال مض مضروبه في الدايناميك بريشر لوسز اللي كان عندي عند ال 10 بي بي جي. انا عاوز احسب الفاينل البريشر الدايناميك لوسز عند ال 11 هيبقى كام؟ هنشتغل على المعادله، هي نفس المعادله اللي هي الايه؟ الفاينل سيركوليتنج بريشر او البي 2 عندنا بتساوي البي 1 في النيو مض على الاولد مض. تمام؟ هيتساوي 330 بي اس اي. يبقى لما ضخ الكيل مض لحد البت المفروض البريشر بتاع الدريل بايب لو انا ماشي صح، لو انا محافظ على البوتوم هول بريشر عند الكوريكت فاليو، الدريل بايب بريشر يحصل له يا شباب؟ ينخفض الى لحد ما يوصل للفاينل سيركوليتنج بريشر. تمام كده؟ طيب في الوقت ده انا بتابع مين او عناية على ايه؟ الريفرنس بتاعي بيكون اثناء الشغل ده كله وانا بحط الكلمه من السيرفس للبيت، الكيسنج بريشر يكون عندي ثابت على نفس البريشر بتاع الشاطن الاوريجينال شاطن دريل بايب بريشر على ال 500 بي اس اي زي ما كانوا موجودين امامنا كده. يبقى انا بثبت الكيسنج بريشر بحافظ عليها ثابته من خلال التشوك، وانسى خالص الايه الدريل بايب بريشر. لو انت مثبت دي على نفس الشاطن اوريجينال شاطن دريل بايب بريشر اللي هو 500 بي اس اي وتسمح للدريل بايب بريشر ينزل لحد ما الكلمه توصل للبيت، هتجد البريشر عندك هنا 330 بي اس اي. هيبدا يطلع بعد كده الكلمه يروح للانيلوس، وهو طالع في الانيلوس بيصعد البريشر في الكيسنج يحصل له ايه؟ هيبدا ينخفض لان الهيدروستاتيك بريشر هيزيد، صح كده؟ فانت عاوز تحافظ على القيمه بتاعت البوتوم هول مساويه للفورميشن بريشر، فتبدا ايه البريشر بتاع الكيسنج هينزل لوحده، بس هنا حافظ على مين ثابت؟ على الفاينل سيركوليتنج بريشر. هو ده عناية اللي هشوف بيها واثبت القيمه بتاعت البريشر هنا على الفاينل سيركوليتنج بريشر بتاعي، وبالتالي ايه هسيب الكيسنج بريشر تنزل براحتها خلاص ماليش دعوه لحد ما اوصل الكلمه توصل للسيرفيس. هتجد ان انت عندك الكيسنج بريشر نزلت لحد الزيرو. تمام؟ والدريل بايب بريشر لسه شغال وانت شغال بامبنج 330 بي اس اي اللي هم بتوع الايه؟ الفاينل سيركوليتنج بريشر الدايناميك بريشر لوسز عندك. لو طفيت البامب هتلاقي البريشر هنا زيرو وزيرو. طيب هنا يا شباب الاسئله بتاعت الاي دبليو سي اف دي لك على الجزئيه ديت في اكثر من شكل، لكن لو تخيلنا كده اسالك على لو احنا ثبتنا وانا في حاله الفيرست سيركوليشن هنا سوري وانا في السكند سيركوليشن وبحط بملة او بامبنج للكيل مض للبيت تو بيت، تمام؟ وحافظت او ثبتت الدريل بايب بريشر عند الاي سي بي، ايه اللي يحصل للبوتوم هول بريشر؟ وانا بضخ الكيل مض لحد البيت ثبتت البريشر بتاع الدريل بايب بريشر عند الاي سي بي، ايه اللي يحصل للبوتوم هول؟ فرك يعني خلينا نقول انه هيرتفع هيزيد. تمام كده؟ هيبقى هيزيد البريشر معاك.
او لو احنا سألها لك بشكل تاني يقولك لو انت ثبت او ما سمحتش ان الدريل بايب بريشر ينزل ينخفض تمام، ايه اللي يحصل للبوتوم هول بريشر؟ ستيز ذا سيم ولا ويل بي ديكريز اور انكريز؟ ايوه البوتوم هول بريشر يحصل له ايه؟ انكريز. انكريز بالظبط كده، لان هو المفترض ان كان ينزل، انا ما خليتوش ينزل، يعني انا عملت ايه؟ عملت تشوك باك هنا على الانولز، فبالتالي البرشر بتاع الدريل بايب هيزيد مش هينزل، او ما سمحتوش ان ينزل يبقى البوتوم البرشر بالتالي زاد هو كمان. معايا كده؟ طيب كده احنا في ايه، خلصنا الدريل ارمز. الويت اند ويت نفسها كانها بالظبط السكند سيركوليشن بتاعت الدريل ارمز. بس طيب يا باشمهندس اتفضل، ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضل. لما نكمل السكند سيركوليشن هو المفروض انه الشتن دريل بايب والكيسنج ينزلوا الى الزيرو لما انطفي الباب، صح؟ نعم صح. طيب بعد هذا كله نقفل الشوك ولا نخليه يعني مفتوح عشان يراقب اذا في كريز ولا حاجه؟ صح، انت خلاص، انت احنا بنغلق البير بنعمل شطن ونعمل اوبزرفيشن للبير، مش هفتحه الاول، انا خليه مغلق، تغلق التشوك وبتغلق اللي وطفي البام تمام، وبعدين تعمل اوبزرفيشن للبير تشوف البير انت عندك لسه في بريشر ولا لا. في هنا لو حصل، لو انا عملت شطن للبير وجدت بريشر في الكيسنج مثلا 100 بي اس اي والدريل بايب بريشر زيرو، ده معناه ايه؟ قفلت الشوك قبل ما يقفل المضخه. لو انت عندك البريشر الدريل بايب زيرو والكيسنج بريشر قرأ 100 بي اس اي، كده معناه انت طفيت بدل كيك اخر. بالظبط، عندك سكندري كيك، في عندك لسه انفلاكس في الهول تمام، ممكن خدت انفلاكس تاني تمام، ما دام في فرق بين او الكيسنج بريشر اعلى من الدريل بايب معناه ان عندك ايه؟ عندك سكندري انفلاكس تمام. طيب طفيت المضخه وجدت عندي 100 بي اس اي او 200 بي اس اي في الدريل بايب، الشوتن دريل بايب وشوتن كيسنج بريشر، يبقى ده ايه؟ ترابد هول، ترابد بريشر، الله يفتح عليك. يبقى ده الفرق، يبقى انا في الحالتين هعمل ايه؟ بعمل كلوزنج للبير خلاص الاول، لازم اطمن ان البير ايه؟ استاتيك خلاص. لو البير استاتيك معناه ايه؟ او ان ما فيش بريشر عندي، الكيسنج بريشر زيرو، يعني انا معناه انا عامل كلوز للتشوك وهشوف البريشر زيرو ولا لا. عشان لو انت تخيل بقى، لو انت البريشر كان بتاعك هيكون 100 بي اس اي في سكندري انفلكس عندك وانت سبت التشوك مفتوح، ايه اللي هيحصل؟ يتمدد الانفلكس، هيزيد معاك وهيبدا والبير فلوينج، هيبقى انت عندك اندر بالانس 100 بي اس اي، فبالتالي البير هيشتغل معاك تاني، هيبقى فلوينج تاني معاك او هتاخد انفلاكس مره تاني. فلازم اعمل الاول شاطل للبير تمام، اغلق التشوك واطفي البامب واعمل اوبزيرف للايه، اعمل اناليسز الموضوع، انا خلاص البشر عندي زيرو زيرو يبقى انا كده اوكي، ابدا افتح التشوك وابدا اشتغل بامبنج من المض اللي انا اشتغلت، اللي انا عملت لها الايه، عملت بقى الكيلينج، هكمل بيها لان هي دي اللي نيو مض بتاعتي، اشتغل بيها النورمال اوبريشن، خلاص انا كده عملت ريسيوم للبرايمري بارير بتاعي، انا رجعت الهيدروستاتيك بريشر للوضع ايه اللي يسمح لي ان انا اعمل كنترول على الفورميشن، زودت الوزن بتاعي وخلاص عملت كنترول على الانفورميشن، كانك عملت ريسيوم للايه، للبرايمري بارير بتاعك، تبدا تشغل الاوبريشن العاديه اللي هي انت طبيعي احنا بنشتغل بنعمل الدريلنج، شغالين دريلنج اوبريشن واحنا فاتحين الايه، فاتحين البي او بي، انت بتكون فاتح البي او بي والريترن بتاعك على الفلو لاين على الزيرو بريشر تمام كده، فهرجع للوضع الطبيعي واشتغل عادي خالص تمام. طيب الويت اند ويت ميثود تمام، دي وان سيركوليشن زي ما اتكلمنا، بضخ الكلمه ده على طول وانا شغال بالايه، وانا بعمل وانا بسيركل الانفلكس في نفس الوقت نفس التايم، الانفلكس بيصعد عند دوت تمام، والكلمه ده بتبدا تنزل السترينج تمام، برضه نفس الخطوات، برينج البامب تو كيل ريت وانت هولدنج للايه؟ للكيسنج بريشر. وهنا الاختلاف، انا عاوز ايه؟ عاوز اشوف اتحكم في البريشر بتاعي في البوتوم هول، عاوز اثبت البوتوم هول بريشر. الريفرنس اللي هيكون هنا ايه؟ انا عندي الكيسنج فيه انفلكس
والدريل بايب فيها اثنين فلويد هي كمان يعني الانالوس فيه اثنين فلويد اللي هو اثنين دينستي يعني الانفلاكس والاوريجينال مض. وهنا في الدريل بايب فيه الاوريجينال مض وفيه الكل مض اللي انا اشتغل بيه تمام. فالبرشارات مش هتثبت عندي لا في الدريل بايب ولا في الكيسك تمام. فالحاله دي اعمل ايه؟ بناخد بنحسب الفرق بين الانيشال سيركوليتنج بريشر الاي سي بي بتاعنا المفروض تبقى بي اس اي والفاينل سيركوليتنج بريشر اللي انا هوصل له في الاخر خالص بعد ما ضخ الكل مض المفروض الايه اوصل للفاينل سيركوليتنج بريشر بحسبه تمام. الفاينل سيركوليتنج بريشر بتاعنا اهوت هيكون كام؟ 330 بي اس اي. طيب الفرق بينهم دول عباره عن كام؟ هشوف الفرق بينهم مثلا هنا 470 بي اس اي. 470 بي اس اي دول اقسمهم على عدد السلوكات بتاعه الدريل سترينج الكباستي داخل الدريل سترينج تمام. هيديك ايه؟ هيديك البريشر اللي بينقص عندك. احنا دول ما ده 470 بي اس اي دول ضروب في البريشر بس نتيجه ايه؟ نتيجه انت ضخيت الكلمه من السيرفس للبوتوم فبالتالي كل السلوك انت ضخيته سبب لك نقص في البريشر بقيمه معينه تمام. القيمه دي نحسبها منين؟ ان انت هنحسب الفرق في ناخد الفرق في البريشر الضروب التوتال ضروب في البريشر وقسمه على عدد الاستروكات يديك كام بي اس اي هينخفضوا لكل استروك. كام بي اس اي ضروب لكل استروك واحد بس هيكون ده مقياس صغير جدا فبضربهم في 100 عشان احسب الايه اطلع كل 100 استروك هتنخفض البريشر الدريل باي بريشر بتاعك هينزل من الانيشال لحد الايه لحد الفاينل بتاعك كل 100 استروك تنخفض بمقدار كام. تعال بص كده على الكل شيت ده بنعملها في الكل شيت يا شباب سوري بصوا كده انا عندي هنا انا حسبت العدد الاستروكات حسب الفوليوم اللي عندي في السترينج تمام من السيرفس للبيت عامله لي 1727 استروك ده اللي ايه الفوليوم بالاستروكات اللي هي البامب بالدخان انا بحسب الاستروكات بتاعت البامب فالاستروكات اللي هتعمل لي هتحط لي الكل فلويد من عند من السيرفس لحد البيت قيمتها او عددها عدد الاستروكات دي 1727 استروك تمام. فباجي هنا كده على الناحيه الثانيه اهيت باخد الايه ادي الانيشال سيركوليتنج بريشر 800 فاينل 330 اطرحهم من بعض بالشكل ده 800 ماينس 330 يديك 470 بي اس اي. اخد 470 اضربهم في 100 واقسمهم على ال 1727 هنا المثال ده اكزامبل اهوت هيديك ايه 27 بي اس اي لكل ايه 100 ستروك. يعني انا كل ما بضخ 100 ستروك المفروض الدريل بايب بريشر ينزل كام؟ انخفض بمقدار كام يا شباب؟ 27 الله يفتح عليك ينزل بمقدار 27 بي اس اي. اعمل السكيدول ده الستيب داون سكيدول بريشر سكيدول باخد عند زيرو ستروك كان عندي المفروض البريشر كام؟ 800 وانا لسه ما ضخيتش حاجه لسه الدريل بايب الكلمه ما دخلش الدريل سترينج البريشر بتاعي عندي 800 بي اس اي. بعد 100 ستروك البريشر المفروض يكون كام؟ المفترض يكون كام؟ 773 اللي هو 800 ماينس ال 27 بي اس اي اصبح 773. طب عندي 200 ستروك المفروض 746 بعد 300 ستروك وهكذا افضل انزل لحد ما يوصل الاخر عند التوتال فوليوم بتاع الدريل سترينج لما يوصل الكل مض عند البيت هوصل للفاينل سيركوليتنج بريشر بتاعي اللي هو 330 بي اس اي. طيب وانت شغال كيلنج بقى السوبرفايزر او التولبوشر اللي على التشوك عينه على الايه؟ على العداد بتاع الاستروكات وبيشوف البريشرات عنده قدامه فبعد 100 استروك البريشر المفروض يخرج عنده القيمه دي. لو طلع مثلا انا كنت عند خلينا عند 300 المفروض البريشر بتاعي 719 وجدت البريشر عندي 650 المفروض اعمل ايه؟ عشان اظبط البوتوم والبريشر بتاعي عند القيمه الصحيحه اعمل تشوك بالظبط ازود التشوك شويه اعمل تشوك باك تمام عشان يرفع لي هيعمل باك بريشر على من عند الانولس هيعمل لي نفس القيمه الباك بريشر على البوتوم هيزود لي الايه
البريشر عند الدبل بايب، فانا كده معناها ان الايه بوتوم هول بريشر زاد تاني، تمام؟ فبالتالي هعمل تشوك زياده. لو حصل العكس ايش سبب النقطه مثلا؟ واذا حصل زياده ايش سبب الزياده؟ ايوه زياده ايه البريشر بدل ما هي 719 اذا كانت 650 مثلا، 650 على الخفض. ايش سبب؟ وانا بتحكي هو الخفض عن القيمه اللي انا عاوزها. انا هنا بص هندسه دي القيمه اللي هي ايه شود بي، تمام؟ هنا المفترض ان هو يكون كده، لكن انا اكشوال وجدت 650. الاكشوال ليه؟ لان انت فاتح التشوك، انت بتشغل بالتشوك، ففتحت التشوك بتتغير معاك او ايه مش بتتغير حاجه، لا يعني الجهاز كل ما يحصل له بيحصل له سيركوليشن معاك، تمام؟ فهيعمل لك ايه؟ هيخفض لك الهيدروستاتيك بريشر، فبتعوز انت تظبط التشوك شويه ثاني علشان تظبط الايه؟ البريشر هنا، صح كده؟ صح. يعني انا كل ما الفلكس التشوك زياده يعني قد يكون، لا حتى لو ما فتحتش، لا انا حتى لو ما فتحتش التشوك هندسه، تعالى هنا كده، انا هنا ما فتحتش التشوك اهوت، يعني انا لسه انا اوريدي ظبطت مثلا المايك بتاع حد فيه مشكله بتاع باشمهندس محمد. انا ظبطت يا باشمهندس الان الوضع الصوت، نعم يعني الصوت واضح، مشكله الصوت واضح بس في زنه كده فيها من النت يمكن. انا سؤالي كان يعني سبب النقصان احيانا النقصان. جميل. نقصان بيحصل ليه يا باشمهندس وانت شغال؟ الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا ان انا بسركل الانفلاكس وانا بطلع الانفلاكس كده، ايه اللي بيحصل معاك في الانفلاكس؟ الجاز بيصعد. الجاز بيصعد وفي نفس الوقت ايه الصعود ده بيحصل معاه ايه؟ بيصحبه ايه؟ صح؟ ايوه بيخلي لك الهيدروستاتيك بريشر. اه المفترض انت تعمل ايه هنا؟ بحافظ عليه من الباك بريشر على الانولس بالتشوك. معايا؟ ايوه وضحت. فلو ما ظبطتش التشوك البريشر هينخفض شويه. فانا عشان كده ايه؟ انا عينيا الريفرنس ليا على فتحه التشوك مظبوطه او لا من خلال الدريل بايب بريشر بتاعي. معايا كده؟ فمعناها وضحت. طيب ممتاز. وضح. تمام. طيب نكمل يا شباب. انا بعد كده خلاص بكمل سيركوليشن عادي خالص بتاعي. تمام؟ وانا ماشي على الايه؟ على السكيدول البريشر سكيدول بتاعي الانخفاض ده، شوف كل 100 ستروك هيكون كام واكمل يا يعني مظبوط يا يعني اما عاوز الايه ازود التشوكينج شويه او اخفضه شويه، افتح التشوك شويه او ايه اغلقه شويه، بحيث ان انا اوصل في الاخر على الايه ان البوتوم هول بريشر بتاعي يكون كونستنت عند الاباف الايه فورميشن بريشر ده لحد ما توصل الكيل مض يوصل البيت. تمام؟ بعد كده هتعمل ايه؟ المض يوصل يدخل في الانولس. تمام؟ هتجد ان البرشر عندك المفروض تحافظ على الدريل باي برشر ثابت لحد نهايه الايه؟ نهايه الاوبريشن، لحد ما الكيل مض يصعد للتشوك يدي لك ريتيرن من الكيل مض، يبقى انت كده ايه؟ عملت الكيلنج عادي خالص اهوت ونهايه الايه؟ نهايه الاوبريشن بتاعتك. يبقى لما الكيل مض تطلع في الانولس اللي انا هلاحظه اللي انا هعمله هو مين؟ هتابع الدريل باي برشر اثبته على الفاينل سيركوليتنج برشر لحد ما الانفلاكس يطلع كله على الايه؟ على التشوك. بعد ما يطلع هتشوف الايه؟ هتطف برضه بام وتعمل شاطل للتشوك وتعمل اوبزرف للبير، اوبزرفيشن للبير، وتشوف انت عندك ايه؟ هل خلاص البشر زيرو زيرو؟ تمام؟ يبقى انت كده اوكي، انت عملت كيلينج ممتاز وخلصت الاوبريشن بتاعتك بتاعت الكيلينج، تستطيع انت تفتح البير وتعمل ريسيوم للاوبريشن بتاعتك. تمام؟ طيب اللي هنا الـ لو انت خلينا نتكلم هنا كده خلاص احنا عملنا شاطل البير خلاص ما في مشكله. طيب لو انا عملت شاطل للبير نفس الشيء المفروض البريشر زيرو زيرو، لو انت عندك ترابد بريشر هيكون البريشر معاك على الدرول بايب زي الايه الكاسنج بريشر والاثنين زياده عن الزيرو، يعني 100 و100 200 و200، ده معناه ايه؟ ان عندك ترابد بريشر. ساعات بيسالك هنا في الاي دبليو سي اف سؤال يقول لك انت عملت شاطل للبير خلاص عملت كيلينج تمام وطفيت عملت شاطل للبير تاني وتعمل اوبزرفيشن للبريشر
وجدت ان عندك 100 بي ساي زياده هنا وهنا الاثنين زي بعض، بس دي مش ترابد بريشر ولا هي انفلكس، تمام؟ ده ممكن يبقى ايه سببه؟ ممكن عطل في المانو. نعم عطل. عطل في ايه؟ في المانو قارئ الضغط. لا 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 عطل في ايه؟ في البريشر قارئ الضغط. ايوه ما هو الاثنين مظبوطين واكيد هيشيك عليها، انت عندك اكثر من مكان تشيك منه، وانت كنت اوريدي شغال بيها اول ذا تايم، يعني شغال بالشاطن دي بنفس البريشر جيج هو اللي شغال بيه، فهو ده ريفرنس ليك خلاص. لكن انت وجدت ان البريشرات، خلينا نقول كمان البريشرات مظبوط، الجيجات مظبوطه في خلل في يمكن انسداد بالتشوك، انسداد يعني في ترسبات او حاجه بالتشوك ما سمحت له شنو يعني الممر مشلوبي. لو في حاجه في التشوك وما فتحش معاك تقصد هيعمل ترابد بريشر، هيبقى ترابد. هو بيقول لك هو مش ترابد بريشر، لا هو ترابد بريشر ولا هو انفلكس، والبريشر هنا زي هنا 100 بي اس اي و100 بي اس اي، ده معناه ايه؟ البامبا لسه شغاله؟ لا طفيت البامبا. او بيكون هولد بريشر ان ذا بامب، يعني بيكون ما هو قال لك ان هو مش هولد، هو قال لك ان هو مش ترابد. انا فاهم قصدك. انت لو فلت اللي تشوك قبل البامب هيعمل الكلام ده، هو لا بيقول لك مش ترابد بريشر. طيب لو احنا كنا حطينا الكين مض فيها خطا ايرور في الكالكوليشنز بتاعتك، يعني بدل ما تكون مثلا هي بدل ما تكون 12 ونص مثلا بي بي جي خليتها 12.2، ايه اللي هيحصل؟ ها معايا شباب؟ انت حطيت في البير مض كل مض اللي انت حطيتها اقل من المفترض او من المطلوب، فبالتالي هيكون عندك ايه؟ اندر بالانس. انت ما خدتش كيك بس اوريدي لما تعمل شاطل للبير ما انت عملتش شاطل مظبوط يعني، وهتجد ان البرشر هنا هو اللي هنا الاندر بالانس زي فين؟ ما انت فاكر لما كنا عاملين شاطل للبير في بعد ما خلصنا الفيرست سيركوليشن بتاع الدريلر ميثود، هنا هو هنا بريشر هنا ايه ال 500 دول وال 500 دول؟ ده الاندر بالانس بتاعك، ده الفرق بين الفورميشن بريشر والهيدروستاتيك. الهيدروستاتيك بتاعك مش مساوي للفورميشن بريشر، فبالتالي الفرق بينهم هو ده، فاهمني؟ فلو ايه نفس الشيء هنا، لو انت حطيت هنا 100 بي اس اي، لو المض ويت بتاعتك اخف من المطلوب لعمل كيلينج للبير وانت ما خدتش انفلاكس تاني في الهول، بس في ايه المض اللي انت حاططها وزنها اخف من المطلوب، وزنها اخف من المفترض كانت تكون عليه. المفروض انت مثلا تكون 12 ونص مثلا، حطيت 12.3، يبقى انت عندك اندر بالانس بمقدار ايه 100 بي اس اي، يبقى في ايرور في الايه الكالكوليشنز بتاعت الكلمه. معايا يا شباب كده؟ طيب الفرق بين الاثنين يا شباب ايه بقى؟ الدريلر ميثود والويت اند ويك ميثود، الحته دي المهمه نركز فيها، استاذنكم يعني يا ريت نركز كويس فيها. انا في الوضع العادي المعتاد الافضل ان انا اروح على طول مباشره لمين؟ الافضل اروح الاسهل اروح للدريلر ميثود، اسهل في الحسابات بتاعتها، اسهل في الشغل بتاعها، ما بتنتظرش لفتره، فبالتالي ما بيحصلش عندك الجاز ميجريشن. الجاز ميجريشن اتفقنا ان هو هيعمل لك ايه؟ هيرفع لك البريشر في ارفع لك الشاتن كيسنج بريشر والشاتن دريل بايب بريشر، وممكن يوصل للمسب. فبالتالي انت اول ما بتعمل شاطل للبير وتاخد القراءات بتاعت الشاطن دريل بايب بريشر تستطيع انك تشتغل على طول، وانت بتحضر الكلمه تعمل سيركوليت للانفلاكس مباشره، يبقى انت هتتجنب الايه الجاز ميجريشن انه يحصل عندك. فدي ميزه للدريلر ميثود، تمام؟ دي ايه الفايده. طيب امتى اروح او امتى تكون الويت اند ويت مفيده بالنسبه لنا؟ عاود الكلمه شباب، الويت اند ويت ميثود هتكون مفيده بالنسبه لنا في حاله رئيسيه. شباب المايك لو حد شنو شنو شنو
مايك شباب بس حساسين كل فتح المايك يطفي اللي عنده صوت يعني. ماشي يا شباب الحتة النقطة المهمة راح نختم بيها إن شاء الله يعني خلصنا كده هي النقطة اللي احنا نتكلم فيها الآن. أنا الآن امتى اروح للويت اند ويت ميثود او تكون بالنسبه لي الويت اند ويت ميثود مفيده تمام؟ حجم الكيك حجم الكيك ايه؟ كبير قوي كبير. طب ده ياثر معايا في ايه؟ طول المده. طول المده برضه ايه اللي يختلف فيها؟ لما بيكون عندنا خطا بالمدويت. لا هو الخطأ وانا ما افترضتش ان انا عندي خطأ انا طبيعي ان انا بحسب صح من الاول فما حتى جزئية الخطأ دي مش علشان يعني مرة واحدة بعمل سيركوليشن. جميل ما انا بعمل سيركوليشن مرة واحدة بس انت بتستنى على الويت اند ويت لو انت محضر الكيل مض يعني انا عارف ان انا عندي ساعات احيانا بعض الشركات بيجهز كيل مض لانه يكون عارف انه ممكن يواجه اب نورمال فورميشن بريشر فبيجهز له مض لكن مش كل الشركات هتعمل الكلام ده ومش كل الحالات هيكون عندك سيستم يسمح لك انت يكون عندك مض كل مض تحضر تمام. فبالتالي هي الجزئيه المهمه في الموضوع امتى لما يكون عندي يا شباب طبقه ضعيفه طبقه ضعيفه. جميل الطبقه الضعيفه تعمل لك ايه؟ فراكشر هيحصل فراكشر. طب ماشي ايه فايده بقى هنا الكلمه الويت اند ويت ميثود في الحاله ديت تختلف عن الدرولر في ايه؟ انه اعتقد الفرص ما يكونش عليها فرص كبير زي لانه هذيك اثنين سيركوليشن. امتى يحصل الكلام ده؟ امتى تكون مفيده معاك؟ بالويت انت كده قربت من الاجابه. ها بعمل بليد اوف من الكيسنج شاتنج لما الفوليوم بتاع ايوه الفوليوم بتاع ايه ممكن الفوليوم بتاع الكيك في الدريل ميثود اكبر من الويت اند ويت اند ويت بيعمل لنا فرق في ال اي شونز بتقول ايه تاني لما يكون الفوليوم بتاع الكيك في الدريلر ميثود اكبر من الويت اند ويت بسبب طول المده يعمل لنا فرق بسبب الحجم الكبير. طيب هو يعني احنا بنقرب من الاجابه شويه اهو. بصوا يا شباب اللي بيحصل ايه لو احنا تخيلنا هنا كده هطلع بس اخد البي دي اف هنا كده عشان اقرب الموضوع. بصوا الفايده الوحيده اللي بتكون معايا في حاله الكيك في حاله سوري الويت اند ويت ميثود لما يكون الاوبن هول اللي عندي الفوليوم بتاعها اكبر من الفوليوم بتاع الدريل سترينج في الحالة دي هتفيدني في ايه؟ ان انت انا اللي بيحصل يا شباب في حالة الويت اند ويت ميثود خلينا نتخيل مثلا هنا كده البريشر الكيسنج شو تخيل ان هي هنا كده دي الكيسنج شو اهي تمام؟ سوري لو مسحتها خالص شكلها مش ظريف يا شباب انا عندي الايه الكيسنج شو هنا كده تمام لما الجاز يطلع لي الجاز انفلاكس يصعد لاعلى لما يوصل عند الشو اقصى بريشر يا شباب هشوفه عند الشو هيكون امتى لما الجاز انفلاكس توصل عند الشو. ليه تعالوا نركز في شويه دول يعني معلش يعني ركز فيهم لان دول اهم ايه يعني اهم شيء في الجزئيه ديت فاهمينها ليه مهم. طيب ايه اللي بيحصل يا شباب معايا لما انا الانفلاكس اهوت هيطلع عند الشو هنا ايه اللي بيحصل؟ تعالى نحسب البريشر بتاعنا. اتفقنا لو كل ما الجاز بيصعد لاعلى الشاتن دريل بايب بيحصل لك ايه الشاتن كيسنج بريشر بيحصل له ايه انكريز بالظبط هيزيد يفضل يزيد 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 كل ما الجاز يصعد لاعلى الكيسنج بريشر بيزيد. طيب لما الجاز يوصل عند الشو هنا كده النقطة هنا كده تمام هيبقى أقصى بريشر فين؟
عند السيرفس تمام، مش اقصد مش كله لا، انا اقصد لحد ما الجاز من اول ما الجاز الصعب من البوتوم لحد شو ده اخي تشوفه على السيرفس عند الشو او قيمه البشر هنا سوري عند السيرفس في اللحظه دي من اول ما يطلع من البوتوم لحد الكيسنج شو هيبقى اكبر قيمه للسيرفس بريشر فين في اللحظه دي لما الجاز يوصلك عند الشو. طيب ده هيعمل لك ايه؟ تعال نحسب البشر عند الشو عباره عن ايه لما الجاز يوصل هنا. تخيل الجاز وصل هنا كده، البرشر عندك عند الشو بيساوي ايه؟ اللي هو هنا كده البرشر هنا بيساوي ايه؟ هيساوي الهيدروستاتيك برشر اللي هنا ده كده صح؟ بلس ايه؟ الكيسنج برشر اللي عندك، والكيسنج برشر هنا يكون اكبر قيمه. طيب تخيل خلينا ناخد البرشر تحت شويه، الجاز تحت عند البوتوم تمام؟ وخلينا نحط ارقام، البرشر عند الشو هيساوي لو احنا الجاز عند البوتوم كان البرشر هنا مثلا 900 بي اس اي زي اول المثال تمام، الكيسنج برشر 900 والجاز عند تحت عند البوتوم تحت تمام، البرشر عند الشو هيساوي ايه؟ هيساوي الهيدروستاتيك برشر اللي عندك هنا صح كده بلس الايه بلس الشاتن كيسنج برشر صح كده ولا لا؟ هفترض ان قيمة البرشر هنا اكس، قيمة البرشر اللي هو اباف الشو اكس اللي هو عبارة عن مين؟ الهيدروستاتيك برشر المد ويت اللي عندك اللي هي هنا ديت ما فيهاش انفلكس، هي الاوريجينال مد ويت اللي هي ال 10 بي بي جي مضروبة في الدبث بتاعك عند الشو الترو فيرتيكال دبث مضروبة في الثابت صح كده؟ القيمة دي هسماها اكس تمام؟ والكيسنج بريشر عند البشر عند الكيسنج فوق كام؟ 900. يبقى التوتال بريشر هنا عند الشو كام؟ عباره عن اكس بلس الايه؟ بلس 900 صح كده؟ ها واضحه يعني، خليكم معايا افتحوا المايك. البريشر هنا عند الشو هيساوي الهيدروستاتيك بريشر اللي هو اكس بلس الايه؟ ال 900 بي اس اي الباك بريشر اللي انا حاطه او الشاطن بريشر بتاعي على السيرفس. طيب لما الانفلكس يصعد لاعلى لحد ما يوصل عند الشو هنا اتفقنا البريشر هيزيد هنا، هفترض ان البريشر هنا كان مثلا 1000 ملي سايز زي ما احنا شايفينه كده تمام، يبقى البريشر عند الشو هنا هيبقى كام؟ بريشر هيدروستاتيك عند الشو بلس اضافه بتاع الكيزنج الله يفتح عليك 1100 صح كده؟ ايه اللي حصل عندك؟ البريشر زاد هنا ولا ما زادش؟ زاد صح كده؟ ليه؟ لان الانفلكس اتحرك لاعلى، يبقى اقصى بريشر هتشوفه عند الشو لما الانفلكس يوصل لمين؟ يوصل عند الشو. ليه؟ لان الهيدروستاتيك هو ما اتغيرش، لكن اللي اتغير مين؟ الكيسنج بريشر زاد يزيد بيزيد بيزيد لحد ما الايه؟ اقصى حاجه عندك هتشوفها في البريشر عند الشو توتال بريشر، توتال بريشر زي البوتوم والبرشر بس عندي هنا عند الشو هو عباره عن الهيدروستاتيك بلس الايه؟ السيرفيس كيسنج برشر اللي عندك. يبقى انت هتجد البرشر زاد. طيب ايه بقى في علاقه ده بالويت اند ويت ميثود؟ تعالى كده لو الويت اند ويت ميثود ده السكشن بتاعك الاوبن هول، افترض ان هو ده كله ده كده الاوبن هول سكشن من اول الشو لحد تحت، الكباسيتي بتاعته اكبر من الكباسيتي بتاع الدرل بايب برشر. طب هيحصل ايه في الكلام ده؟ لما هتضخ الكلمه هنا السترنج كباسيتي بتاعته صغيره، هفترض ان هي مثلا نفترض عندي الدرل بايب 100 بارل هنا كده 100 برميل. طيب والانولس هفترض الاوبن هول ده ايه من اول البوتوم لحد الشو 300 برميل تمام كده؟ هيحصل ايه عندك؟ لما تبدا تضخ الكين مض، انا بضخ الكين مض اللي قبل الكين مض يعني، انت بتضخ الكين مض هنا اهو مثلا كده موجود عندك، الانفلاكس هيبدا يطلع. ايه اللي تحت الانفلاكس؟ الاوريجينال مض القديم القديمه الله يفتح عليك اللي هي نفس الوزن اللي انت شغال عليه الاوريجينال مض تمام. فالهيدروستاتيك بريشر في الانولس لسه ما اتغيرش، يبدا يتغير امتى البريشر في الانولس؟ لما البريشر عندك هيبدا سوري الكيل مض تبدا تطلع في الانولس هنا. تخيل ان الكيل مض وصلت هنا كده تمام، فانت عندك جزء
الاوريجينال مد تحت الانفلكس، وجزء تاني دخل عندك الايه الهول في الايه الكل مد دخلت عندك هنا. لو الكل مد عندي اتفقنا سوري الكيسنج الدرل بايب 100 درميل والاوبن هول 300، يبقى لو الانفلكس اول ما يدخل الانفلكس عند الشو يوصل الانفلكس عند الشو هيبقى عندك كم برميل من الكل مض في الهول في الانولاس؟ ثلاثة ثلاث مرات. لا هيبقى ما انت خلي بالك 100 برميل بس حق الدريل سترينج ولا حاضرية 100 بس ولا اكثر؟ ما انت الدريل سترينج امامك. لا انا بتكلم على الكل مض الجديدة المضويت الجديدة 300 انت عندك. بص خلي بالك الانفلكس وراه ورا الانفلكس 100 اللي هما كانوا بتاع الدريل البايب اللي هما الاوريجينال مض، وهيدخل وراهم 200 تقريبا يعني هو اقل شويه عشان الجاز اكسبانشن او الفوليوم بتاع الجاز اللي عندك، بس افترض مثلا 250 برميل وليكن سوري 180 برميل وليكن او 150 برميل، يبقى داخل عندك من الكل مض اللي هي الهيفي ويت 150 برميل. هيعملوا لك ايه في الهيدروستاتيك بريشر؟ انت عندك هنا مض دخلت 11 بي بي جي، وانت كان عندك المض 10 الاوريجينال بتاعتك زياده في البوتوم الله يفتح عليك زياده في الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي هيزود البوتوم طبيعي. فلما تزود الهيدروستاتيك بريشر يعمل ايه في الكيسنج بريشر فوق؟ ديكريز يحصل له ديكريز الله يفرق ديكريز. ايوه جميل. يبقى احنا قللنا البريشر عند ايه على السيرفس. تعال نحسب بقى تاني عند الشو البريشر عند الشو يحصل له ايه؟ يزيد ديكريز. في حاله ما الكل مض تدخل الانولس وانت لسه ما سركلتش الانفلكس ما عدتوش هتقلل لك البريشر عما لو ما كانش موجود الكل مض، صح كده؟ يبقى لو مثلا البشر بتاعك كان هيبقى 1100 لا هتجده مثلا 950 1000، يبقى ريح لك البشر هنا خلاه اكس زائد 1000 غير ما يكون اكس زائد 1100 او اكس زائد 1500، فريح لك الايه قلل لك البشر عند الشو اثناء الايه عبور الانفلكس منه. طب ده هيعمل لي ايه؟ اما احنا اضعف نقطه عندنا هي فين؟ اضعف نقطه تتحمل البشر فين؟ الويك بوينت عند الشو، صح كده؟ فبالتالي لما انا اخد الكل مض او اشتغل بالويت اند ويت ميثود ويكون عندي الاوبن هول اكبر من الدريل سترينج كاباستي، ده هيفيدني. هيفيدك في ايه؟ في ان انت زي ما انتوا اتكلمتوا في الاول كده ان انت هتتجنب الفراكشر بريشر عند الشو لان ده اضعف نقطه عندك، فهيسمح لي هيديني ويندو هيخلينا اعدل الانفلكس من الشو وانا من غير ما اكسر ما يعمليش مشكله. هيديني مثلا 200 بي ساي تشانس 300 بي ساي تشانس اقل من الايه من اللي كان هيعدي لو انا ما حطيتش لو كنت بتسركل بالدريلر ميثود وشغال بنفس الاوريجينال مود كان البشر عندك مثلا يجوز يكون عندك فوق عند الشو هنا بلس 300 بي اس اي، لكن لما انت دخلت الكيل مود بدري تمام هيكون البشر عندك هنا ايه اقل بمقدار ال 300 بي اس اي دول، فبالتالي انت ايه بقيت في السيف سايد وتستطيع انت تعمل سيركوليشن للانفلكس بدون ما تكسر عند الشو او اداك ويندو اكبر شويه عند الايه عند الشو. هي دي الفايده بتاعت الايه الويت اند ويت ميثود عن الدريلر ميثود. بتكون امتى؟ لما يكون الاوبن سماها كده لونج اوبن هول او الكباسيتي بتاعت الاوبن هول اكبر من الفوليوم بتاع الاوبن هول اكبر من الفوليوم بتاع الدريل سترينج عندك. طيب لو الدريل سترينج اكبر من الاوبن هول يعني كنت مثلا وصلت الشو وحفرت مثلا 500 قدم فقط اوبن هول والكباسة بتاعتهم 50 برميل والدريل بايب 100، دي هتفيدني في اي حاجة؟ الدريل ميثود دريل بكلم على لو شغلت بالدريل ميثود او الويت اند ويت ميثود هتختلف؟ هتفيدني في حاجة عند الشو؟ مش هتفيدك في اي شيء. ليه؟ مش هتفيدك لان انت الانفلكس على ما الكل مض تبدا تخش الانلس هيكون الانفلكس راح فين؟ عدى الشو خلاص معايا كده. فانت لو اشتغلت بكل مض بالويت اند ويت ميثود او اشتغلت بالدريلر ميثود
مش مش هتضيف لك جديد، مش هتفيدك، مش هتقلل البرشر عند الشو، لان اصلا الانفلاكس يا شباب بعد ما يعدي الشو الانفلاكس عدى هنا. خلينا ناخد اي لون تاني وليكن الاصفر اهوت. الانفلاكس يا شباب عدى هنا عند الشو، عدى الايه المكان ده كده خلاص عبر الشو. ايه اللي بيحصل عندك؟ خلاص ما عادش اي مشكله تحصل عندك، الشو بيفضل ثابت، البريشر عند الشو بيثبت. ليه؟ لان تعال نجمع الانفلاكس دخل هنا بيحصل له تمدد، جميل، البريشر بتاعك هيقل، الهيدروستاتيك بريشر هيقل، الكيسنج بريشر هيعوضه، هيعوض النقص في الايه في الكيسنج بريشر. طب البريشر عند الشو ايه اللي هيحصل عنده؟ ما هو النقص اللي حصل هنا في الهيدروستاتيك بريشر اضاف الشو كمان داخل فيها، لان الانفلاكس ايه عبر الشو خلاص. فالبريشر الاكس مش هيبقى اكس، هيبقى اقل من الاكس عشان الانفلاكس عندك، صح كده؟ فبالتالي التوتال بريشر تحت عند الشو لما الانفلاكس يعبره بيفضل ثابت، البريشر هيفضل ثابت. فمش دخلت بقى الكلمه مض هنا في الحاله ديت ولا تضيف لك اي شيء. مع شباب الحته دي ركزوا في الحته دي عشان لو عايزين سؤال فيها ثاني او نوضحها اكثر. واضح يا استاذ. جميل، خلاص هو ده الاختلاف بين الايه؟ في الاختلاف بين الدريلر ميثود والويت اند ويت ميثود، والفايده بتاعت الويت اند ويت ميثود هتفيدني في ان انا اعبر بالجاز انفلاكس الشو ببريشر اقل من لو كانت حاله الايه؟ الدريلر ميثود. ده في حاله واحده بس، لما يكون الكباستي او الفوليوم بتاع الدريل سترينج اقل من الاوبن هول عندي، او الاوبن هول اكبر من الفوليوم بتاع الدريل بايب عندي. وكده تقريبا ده الايه الفارق بين الدريلر ميثود والويت اند ويت ميثود. وكده نكون تقريبا خلصنا المحاضره بتاعتنا او رجعنا ووضحنا الفارق بين الاثنين. لو في شيء بالنسبه لكم عاوزين اي استفسار فيها انا هامركم في الجزئيه بتاعت الايه بتاعت الكيلينج اوبريشن او عموما الدوره بتاعت الويل كنترول. سؤال بس يا استاذ، باستخدام الكل شيت ما نستخدموش في حالة الدليرر ميثود؟ لا، انت بتستخدم الكيل شيت all the time، الكيل شيت معاك على طول. بص يا شباب، بص لا لا حسابات الستروكس، حسابات الستروكس بتحسب بيه في الدليرر ميثود. انا كل يوم كل يوميا في الاوبريشن وانا شغال المفروض اعمل اجهز الكيل شيت يكون جاهز معايا. اللي معاه صوت شاب يطير على راسه عزيزه شمهندس ايوب. انا عندي الكيل شيت يا شباب، انا فايدته ايه الكيل شيت؟ حد بيسال عن شيء ثاني؟ اكمل الكيل شيت. انا بحط فيه داتا اوريدي بجهزها من الاول، يعني كل يوم بعمل له ابديت. قضيت في ايه؟ في اشياء معينه. قضيت في انا في اشياء تسهيل حسابات فقط. بالظبط بالظبط. فانا بكون مجهز في داتا من الاول خلاص عندي. حاطط فيه الداتا الكيسنج شو عندي كام؟ الترو فيرتيكال ديبس والميجر ديبس، تمام؟ عندي الماسب اللي انا شغال عليه اللي هو الليك اوف تيست اللي انا عملته عند الشو، تمام؟ بكون حاطه او الليك اوف تيست اهوت موجود عندي مثلا 1175، وعملت المضويت اللي كانت موجوده عندي كام ساعتها 10 بي بي جي، تمام؟ وحسبت الماكسيمم اللي هو بالمضويت وبدات اشتغل عادي. انا شغال كل ده وانا ايه خلاص انا عملت ده اصلا ساعه الكيسنج، مع حطيت عملت نزلت الكيسنج وعملت السيمنت وحفرت 15 قدم في الهول الجديده وعملت الايه الليك اوف تيست بتاعي، حطيت قيمته هنا، تمام؟ وانا عندي البامب اللي انا شغال بيها الاوتبوت بتاع البامب، عندي عملت الاس سي ار السلو بامب ريت بتاعي اللي هو معايره للدايناميك بريشر لوسز كام بي اس اي لما كنت شغال ب 30 ستروك او 40 ستروك، القيمه بتاعت البريشر عندي كام؟ البريشر دروب او الفريكشن لوسز 695، تمام؟ وببدا احط الايه الفوليومز اللي عندي بجهزها. يعني عندي الدريل، انا نازل بدريل كولر، ده البي تشي بتاعي. دريل كولر طولها كام؟ 900، والكباستي كام؟ كذا. الهيفي ويت دريل بايب مقدارها كام؟ اطولها
والفوليوم بتاعها كام حطه ده هو بحط ده كلها السلوكات اللي هي الفوليومز بتاعتي. اللي بيختلف عندي ابديتد كل يوم بعمل ايه الدبس اللي انت بتحفره. انت النهارده كنت عند عمق مثلا 12000 قدم، بكره عند 12500، عند 13000، فبتغير الايه الدبس بتاعك الميجر دبس والترو فيرتيكال دبس الايه اللي موجود عندك. فبتعمل ايه تضيفه عشان ساعه ما تحصل المشكله لو حصل عندك كيك جاست بتحط الايه اللينس بتاع الدرين بايب عندك بناء على اللينس توتال التوتال لينس اللي انت عليه او الترو فيرتيكال دبس سوري الميجر دبس اللي انت وصلت له. تمام الفوليومز يا شباب بنحسبها كلها على الايه على الميجر دبس الطول الفعلي اللي انا نازل بيه بالبايب اطول البايبز اللي عندي. تمام طيب خلاص كل ده بيكون جاهز عندي. الاختلاف عندي بيزيد بغير بحط ايه بقى الداتا دي الكيك داتا. لو انت حصل عندك الكيك بتبدا تعمل شاطن للبير وتاخد الشاطن درن بايب بريشر والشاطن كيسنج بريشر والبيت جين. تمام وببدا احسب الكيل مض من هنا المعادله بتاعت الكيل مض موجوده في الكيل شيت اهي الكرنت مض ويت كامل اللي انت عليها وبتاخد الشاطن درن بايب بريشر وتقسيمه على الترو فيرتيكال ديبث بتاع الهول بتاعتك اخر ديبث انت عنده البيت ديبث. تمام وتطلع الكيل مض ويت اللي عندك. تمام وابدا اخد الحسابات اللي احنا ذكرناها من شويه الاي سي بي والفاينل سيركليتنج بريشر واعمل السكيدول تشارت ده. الجزء ده بعمله امتى؟ لما اخد كيك. يعني ده بعمله لما حصل عندي كيك. لكن الكيل شيت انا مجهزه بالشكل ده. طيب الكيل شيت سواء اشتغل بويت اند ويت ميثود او دريلر ميثود بعمله لان دي الكالكوليشنز اللي بمشي عليها اللي انا يعني انت امتى تعرف او منين بتعرف ان انت وصلت الكيل مض لحد البيت او انت سركلت الانفلكس بتاعك بمقدار كام؟ مش ده فوليوم وضخه وليه تايم وليه كميه معينه؟ هو ده بتحسبها منين؟ بتكون حاسب الفوليوم بتاعك من المض اللي انا هضخها من هنا لحد البيت من السيرفيس لحد البيت كام استروك ومن البوتوم لحد السيرفيس كام استروك والانالز بتاعي الاوبن هول بتاعتي كام استروك. كل ده بتعرفه عشان انت هتشتغل كيل مض او هتشتغل كيلينج او سيركوليشن للانفلكس بتكون عارف الايه الجهاز وصل فين الكيل مض اللي انا ضخيتها وصلت فين دخلت عند البت ولا لسه اعرفها منين من الفوليوم. هو ده فايده الكيل شيت عشان وانت شغال بامبنج بتحط الكيل شيت امامك وتشوف انت ايه ضخيت كام ستروك عملت 2000 ستروك يبقى انا كده المفروض وصلت للايه الكيل مض وصل عند البت يبقى البريشر بتاعك هتبدا تغير تروح على تشتغل بالفاينل سيركليتنج بريشر ولا هتشتغل وات ايفر. كل ده بناء عليه على الداتا بتاعت الكيل شيت اللي انت هتستخدمه زي ما احنا شايفين كده. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي يا شباب؟ تمام. حد ليه اي سؤال؟ اكو سؤال بالشات. يقول كيف نحسب ما اذا كان الصوت في ترد الصوت يا شباب. في حد فاتح جهازين يعني فاتح موبايل مع الكمبيوتر مع اللابتوب ولا يعني يطفي واحد فيهم يعني استاذ سؤال اذا تقدر تشوفه يقول كيف نحسب الماساب اذا كان البن منتج كيف نحسب ايه الماساب الماساب اذا كان البن منتج إذا كان البير إيه؟ البير منتج. برودكت. أنت بتتكلم في حالة الماسب في الديناميك أظن. الديناميك هو شغال. أنت بتتكلم. باشمهندس أيوب أنت عندك أنت بتتكلم يا باشمهندس عليه وأنا في حالة ما أنا أكون في حالة الكيلينج أوبريشن زي كده ولا في حالة إيه؟ استاذ اعتقد ده يسال على الورك اوفر يعني هنا الكلم بالورك اوفر ويا ريت توضح لنا يعني اختلاف الكلينج في الورك اوفر يعني اختلاف انه الهول يكون كيسنج يعني بي وما نقدر يعني شلون خلينا نقول مو مثل صعوبه الدريلينج يعني جميل. بصوا يا شباب بالنسبه لي
الكيلينج في حاله الورك اوفر الوضع بيبقى مختلف شويه. انت بيكون عندك خلينا يعني انا عندي اوبن هول السوري بيرفوريتد زون معينه مفتوحه بالنسبه لي. البرفوريتد زون ديت فيها بريشر، الموضوع مختلف في ايه؟ الموضوع اسهل شويه. انا بيكون عندي البريشر بتاع الفورميشن معروف، ولو انا انت بتكلم على الماس يا باشمهندس صح كده، الماس اللي هو الماكسيمم الاول انولر سيرفيس بريشر صح كده. باشمهندس كان بيسال على الماس. سامعيننا يا شباب؟ نعم سمعت. ايوه استاذ. انت بتكلم بس على الماس بهندسه في حاله الورك اوفر او في حاله ما انا اثناء البير كان فلوينج او كان عندي الفورميشن فلويد في البير صح كده؟ طيب خلينا هجاوب عليك في الشكل لو سوا كده او لا. لو انا عندي في حاله الورك اوفر وانا فاتح هول عندي بيرفوريتد زون عندي ليها فراكشر بريشر، بكون عارف الفراكشر بريشر بتاع الايه بتاع الفورميشن اللي انا شغال عليه اللي انا عامل لها بيرفوريشن، هي دي المفتوحه عندي بس مفيش غيرها. انا عندي فورميشن معينه ما عنديش بقى الكيسنج شو ما انا مش شايفه لان انا عندي معزول. انا افترض ان عندي الكيسنج وصل لحد السيرفيس وليكن 7 انش كيسنج، فالهول بتاعتي معزوله كلها ما عدا الايه البرفريتد زون عندي الجزء اللي هو الاوبن بيرف اللي عندي. فالاوبن بيرف الفورميشن بريشر الفراكشر بريشر معروف تمام، والفلويد اللي عندي في البير الجراف بتاعته بالتقريب معروفه، والماس هي الفرق بين الاثنين. وما ما بتعمليش مشكله الا في يعني مش محتاجه كتير لو انا لازم تعمل انجكتيفيتي مثلا داخل الفورميشن زي مثلا بتعمل اسيدايزنج وليكن بتعمل بامبنج انجكتيفيتي تيست داخل الفورميشن زي الوتر انجكشن مثلا تمام. فمحتاج ان انا ايه يكون السيرفيس بريشر عندي ما يزيدش عن قيمه معينه الليميت اللي هو هيكون عباره عن الايه الفراكشر بريشر ناقص الهيدروستاتيك اللي عندي تمام، هيديني الايه السيرفيس بريشر اللي انا استطيع ان انا اعمل بيه بامبنج او بضخ بيه بحيث ان انا ما اعملش ايه ما سببش فراكشر داخل الفورميشن. دي جزئيه يعني انا بكون عارف الفراكشر بريشر ما بعملش انا ما بعملهاش تيست، انا اوريدي بكون عارف الايه الفورميشن سترينث بتاعي بكون عملت لوجينج وبكون عملت حسابات لها قبل ذلك. البير بتاعي معروف الايه الفراكشر بريشر بتاعي كام وبناء عليه بشتغل الشغل بتاعي العادي. طيب لو انا هعمل كيلينج في حاله الورك اوفر هعمله ازاي؟ انا عندي بير وداخل عليه مثلا كومبليشن او داخل عليه ريج وهسحب كومبليشن قديمه موجوده عندي، فمحتاج اعمل كيلينج للبير تمام. طيب عشان اعمل كيلينج للبير انا عندي فيه بيرف وعندي فيه ريزرفوار بريشر قيمته معروفه تمام، بتبقى عارف البريشر عندك قيمته كام، وببدا احط الايه الوزن بتاع الكومبليشن فلويد بتاعي. انا هنا بشتغل في الورك اوفر ما بشتغلش بمض، انا بشتغل بكومبليشن فلويد براين تمام، في الغالب يعني بقى براين عباره عن سولت ووتر تمام، ندخل بقى سواء كي سي ال ولا ان سي ال ولا اوتيفر حسب الفورميشن اللي عندي تمام. بشتغل بكومبليشن فلويد، الكومبليشن فلويد اللي عندي ده بحسب الوزن بتاعه بناء على الايه على الديبث بتاع البرفوريتد زون اللي عندي. انا عندي الفورميشن عندي ديبث كام تمام، وانا هسركل منين المكان اي مكان اللي هشتغل عليه تمام. فبضخ البراين بتاعي بعمل له سيركوليشن. سيركوليشن بيكون منين؟ بيكون عندي اما لو حد اشتغل لو انتوا خدتوا قبل ذلك حاجه خاصه بالكومبليشن بيكون عندي امكانيه ان انا اعمل افتح الانولس الدريل بايب. انا عندي سوري التيوبنج في الحاله ديت بفتح الـ بين التيوبنج وبين الانولس بتاعي تمام؟ الفتحه او الكوميونيكيشن اللي بتعمل ده من خلال يا اما اس اس دي او احيانا في بعض الشركات بتستخدم حاجه اسمها درين فالف. الدرين فالف بستطيع ان انا افتحه هو بيتفتح مره واحده، المهم بفتحه بيعمل لي كوميونيكيشن بين التيوبنج وبين الانولس، وببدا اسيركل اعمل سيركوليشن للبراين اللي انا بضخه، هضخ براين
وطلع الكومبليشن فلويد، وطلع الفورميشن فلويد اللي عندي. البير كان بينتج عند مثلا اويل الكثافه بتاعت الاويل اقل من البراين اللي عندي، تمام، ببدا اطلع الايه، اطلع عامل سيركوليشن لكل الفلويد الفورميشن فلويد اللي كان موجود في البير، ومن خلال الايه السيركوليشن نورمال سيركوليشن العادي. دي اسهل طريقه لعمليه الكيلينج في حاله الورك اوفر، سواء بقى ريفرس سيركوليشن او نورمال سيركوليشن، تمام، في حاله الايه، في حاله ان انا اكون عندي امكانيه ان انا اعمل سيركوليشن. ده دي كيس، تمام، وبسيطه ما فيهاش اي مشكله، جاست ان انا اضخ البراين بتاعي وارجعه تاني لحد ما يطلع على السيرفيس، تمام، وبكون حاسب الوزن لحد الديبث اللي انا بعمل عنده السيركوليشن، ويكون كافي يعمل لي بالانس مع الفورميشن اللي عندي. طيب احيانا الفورميشن بريشر بيكون ضعيف، ما هوش قوي، تمام، ممكن ما يوصلش الليفل، ما تعرفش تعمل بيه سيركوليشن، فاللي انت بتضخه هيدخل داخل البير، بتعمل له كانك بتعمل له بول هيدنج، بتدخل الفورميشن فلويد مش هتعرف تسيركله بره، بتضخ الفلويد فينزل الايه، الفلويد عندك يدخل داخل الهو داخل البرفوريشن تاني، يرجع للبير تاني كانك بتعمل له بول هيدنج، تمام، او مش عارف اعمل سيركوليشن بطلع. استاذ سؤال من فضلك. تفضل. بالنسبه لحاله تكون عندنا لوسز وكيك، ويكون الكيك ويس. فوق اللوسز، هنا يقول لك حساب الدروب، كيف نحسب الدروب؟ ده بتكلم في اي حاله؟ بس الاول حاله الكيك فوق ايه في الدريلينج؟ نعم في الدريلينج، لما يكون عندنا كيك فوق لوسز اي عندي كيك من فورميشن، وعندي من عندي زون، وعندي فورميشن ثانيه تحت فيها لوسز. ايوه فيها، ايوه زون فيها كيك وزون فيها لوسز. كويس، يقول لي احسب كويس. احسب الدروب الليفل، دروب الدروب في الليفل، بس انت يعني انت لو وصلت المفروض هندسه انت فاهم الفلو، يعني انت عارف انت ليه، انت عملت فاضل كبير وغلقت البير والانفورميشن تحت فيها لوسز، والانفورميشن فيها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ معايا هندسه؟ معايا هندسه؟ لم افهم. انا بتكلم انت انت لو عندك فورميشن فيها لوسز وفورميشن فيها يعني طلع لك فلو، شغال فلو، شغال فلو، ايه اللي يحصل بين الاثنين؟ ميكسينج هيدخل الفلو من الاعلى وعلى الاقل. ايوه كانك بتعمل كل شيء، كانك بيعمل كل شيء. لو حصل معايا بالشكل ده يعني حاله لا يطلع لي الليفل ينزل والكيك هيحصل عندي لحد ما يحصل لحد ما يحصل الاثنين. لو طفي فيه في انت عندك اثنين شغال من جهازين يا باشمهندس ايوب؟ صوت بيتردد. الوضع الطبيعي يا باشمهندس عموما وانا شغال بكون عامل حسابي ان انا ما يعني دي الحاله نفسها ما تحصلش معايا، بحيث ان انا البريشر بتاعي لو في فوارق في البريشر وانا شغال عندي هاي فورميشن بريشر، تمام، وفيه لو بريشر، المفروض قبل ما ادخل للو بريشر اعزل بالكيسنج للهاي بريشر، بحيث ان انا ما اعملش الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، عشان ما اوصلش للجزئيه ديت، ان انا لازم اعزل، انزل بالكيسنج، تمام، اعمل عزل للاب نورمال فورميشن بريشر بعد ما احفرها، تمام، ولو هي خلينا نتكلم انا عندي طبقه حفرتها الاول لو بريشر وبعدين طبقه هاي بريشر، تمام، وبعدين طبقه ثانيه لو بريشر ثاني، ففي الحاله دي انا بعمل ايه؟ بحفر اللو بريشر اللي فوق الاول وبعدين اعمل لها كيسنج، اعمل لها كيست واعمل لها سيمنت، وبعدين انزل احفر الهاي بريشر تاني، لان المضويه هتختلف،
انا دي ممكن تشتغل معايا على مثلا 10 بي بي جي واللي بعدها تشتغل محتاجه 12 او 13 بي بي جي. ففي الحاله دي لازم اعمل ايه؟ هحط كيسنج واشتغل على الايه، لان لو عملت حطيت ال 13 اللي اعلى منك هتعمل لها هيحصل فيها لوسز عالي وهتعمل معاك مشكله، مش هتعرف تحفر الاثنين مع بعض، يعني دي بولتين اوبن في نفس التوقيت يعني. فتعمل تعزل دي الاول، وبعدين حاجه ادخل بعد كده في الكيسنج في انا شغال ب 13 وعاوز انزل تاني ل 11. ففي الحاله دي هعمل ايه؟ لازم تعزل دي برضه بنفس الشكل تاني اللي هي الهاي بريشر، وتبدا تشتغل في الايه؟ في اللو بريشر مره تاني. فده الطبيعي اللي بيحصل في الاول يعني، او من الاساس يعني، لو انا عندي المشكله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. طيب ممكن سؤال؟ اتفضل يا نس. طيب اول حاجه السؤال الاول اللي هو بالنسبه للاس سي ار هذا متى يتم عمله؟ يعني هل بدايه كل مقطع او بدايه كل ورديه؟ لا بصوا يا شباب، الاس سي ار جميل ماشي. السؤال الثاني ولا ده خلاص كده السؤال ده؟ في سؤال ثاني، السؤال الثاني اثناء عمليه الشتن للبير هل مثلا يتم مراعاه اللي هو البيرست، ضغط البيرست بالنسبه للكيسنج، يعني ضغط انفجار الكيسنج من الداخل، هل مثلا انه يتم عمله بالاعتبار بحيث انه يكون يتم تنفيس الشوك بحيث انه ما يأثرش على الكيسنج ويحصل لها دمج؟ طيب ماشي جميل، خلينا نشوف الاول السؤال بتاع الاس سي ار، او خلينا ناخد السؤال الثاني الاول. بص يا هندسه، الجزئيه بتاعت البرست للكيسنج، انت المفروض انت عامل ديزاين للكيسنج من الاول، عامل حساباتك في كل الستريسز اللي انت هتواجهها، تمام؟ فمش مش من الطبيعي ان انا احط كيسنج البريشر اللي هي تتحمله البرست بريشر بتاعها اقل من الفورميشن بريشر اللي عندي معايا كده. ما انت الـ 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 انت هتعمل شاطئ للبير الان، تمام؟ فعندك فيك شايف كيسنج وشايف اوبن هول، هل تتخيل ان الكيسنج بتاعتك البرس بتاعها اقل من الفورميشن بريشر اللي تحتها؟ اللي صعبه، المفروض تكون العكس، يعني انت الاوبن هول ده انا بطمن لما انا حاطط كيسنج معايا كده. فمش من الطبيعي ان يكون الـ 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 الكيسنج اللي انا حاططها وعامل لها سيمنت وراها تكون اضعف من ان هي تتحمل بريشر. الاولى ان البريشر عند الشو ينكسر، الفورميشن سوري عند الشو تنكسر، يحصل لها فراكشر الاول، مش الكيسنج يحصل له برص. معايا كده الهندسه؟ معك. ولا يبقى ملاش لازمه، يبقى انا يعني ما كانش لا داعي ان ننزل بالكيسنج اصلا. فدي جزئيه ملاش بقى يعني، بكون محطوطه في الايه، في الديزاين من الاول بتاع الكيسنج، تمام؟ طيب انا حتى الويل هيد يا باشمهندس، انا الكيسنج هيد والبي او بي الريتد وركينج بريشر بتاعهم بكون عامل حطه او بختاره بعمله سيليكشن بناء على الماكسيمم انتسيبيتد سيرفيس بريشر. يعني ايه؟ لو انا عارف ان انا هقابل وانا شغال في البير ده مثلا بريشر 6000 في اس اي، يبقى لازم احط البي او بي بتاعي 10 10 كي، ما ينفعش احط 5 وبعدين ايه لما اعمل شاطن الاقي البريشر بتاعي قرب لل 5000 فاضطر ان انا اعمل بليد اوف. من لا ده هو معمول ديزاين ان هو يعمل لي كونتين الفورميشن فلويد ويتحملها بدون اي مشاكل، يعمل شاطن عليها بدون ما يحصل له مشكله، يعني هو هيشتغل على الماكسيمم بريشر عادي، لكن ما احتاجش ان انا اعمل بليد اوف عشان الريتد وركينج بريشر بتاع الويل هيد او الكيسنج هيد او الكيسنج نفسها يحصل لها الايه؟ يحصل لها مشكله. طيب الاس سي ار اعمله امتى؟ السؤال الاولاني كده واضح يا باشمهندس؟ جميل. الاس سي ار يا شباب انا ما اعرفش هيحصل عندي كيك امتى، تمام؟ فبعمل بكون جاهز بالاس سي ار بحيث ان كيس يحصل عندي كيك ببدا احسب الكالكوليشنز بتاعتي وبحط الايه؟ الاس سي ار زي ما اتكلمنا كده مع مين؟ اضيفها على الشاتن دروب باي بريشر عشان تكون هي دي مقدار الاي سي بي. بعملها امتى؟ بعملها في كل شيفت، اول شيفت لما الحفار استلم الورديه بتاعته اهي امامنا كده at the beginning of every shift. طب امتى كمان؟ المط بروبرتي
changes. يعني لو انت غيرت المود ويت، احنا اتفقنا ان المود ويت بيغير ليه الفريكشن لوسز، صح؟ فلو غيرنا المود ويت هتحتاج تعمل تعيدها مره تانية. يعني لو انت عملتها مثلا الصبح الحفار دي في اول الورديه بتاعته الساعه 12 مثلا، عمل استلم الورديه وعمل الاس سي ار، الاس سي ار بيعمل فيها يا شباب جاست بيفتح بينزل على البوتوم، وفي بوتوم بس يطلع مثلا 2 3 قدم تمام، ويبدا يسركل الايه، يشغل على الريت بتاع الكيلينج ريت اللي هو 30 ستروك و40 ستروك، المفروض يعمل على قيمتين مختلفتين، يشغل الايه البامب ويشوف كل بامب لوحدها، المفروض يعمل الاثنين بامب اتليست لتو بامبس تمام حسب الاي دبليو سي اف والاي باي، يعمل تيست ده لتو بامبس تمام عند تو ديفرنت ريتس تمام، عند 30 و40 لكل بامب، ويسجل البرشر جاست يعمل سيركوليشن، يعني يعمل ريتيرن على السيرفيس عادي خالص، بس عند كانوا اشتغل سيركوليشن عادي خالص، بس عند كام؟ عند 30 و40 ستروك وليكن، اللي اتفقنا عليها من بارل من 1 5 بارلز للايه لي او ما يعادلها طبعا بالستروكات يعني تمام، يبقى ات ايفر شيفت. طيب لما المض البروبرفز اتغيرت عندك المض اختلف، يبقى محتاج تعملها تاني، انت عملتها الساعه 12 وبعد ساعتين عملت غيرت المض ويت، نعيد الايه الاس سي ار تاني، لان البريشر هيختلف معاك مع المض ويت اللي اختلف تمام، الفيسكوس اتغيرت برضه تحتاج تعملها تاني. طيب ايه كمان؟ كل ما تحفر 500 قدم او اكثر، يعني خلينا نقول لك ايه لونج سيكشن، ليه؟ لان احنا البريشر لوسز لما تزود بقيمه ملحوظه اللي هي 500 قدم دول زادوا تمام، وبعدين انت عندك ال 500 دول في الدريل بايب ورجعوا لك تاني في الانالوس، فدول ايه في بريشر عندك اختلف، فانت محتاج تعمل الايه تعيد مره تانية الاس سي ار. كمان لو انت غيرت البيت او البي اتش اي حصل فيهم تغيير هتعيد، لان كل ده هياثر على مين؟ على الفريكشن لوسز اللي عندك عند البيت، البي اتش اي سايز بتاعها الاي دي والاو دي هيتغيروا فيغيروا لك البريشر، فتحتاج تعمل ايه تغيير ل كل دي عوامل سوري بتاثر على الفريكشن لوسز، فبالتالي هتعيد ايه تعمل الاس اس ار مره تانية. ماشي يا باشمهندس؟ ماشي شكرا. اتفضل لو في اي حد عنده استفسار تاني. ماشي يا شباب كده احنا تقريبا خلاص، يعني ما عادش في حاجه عندي بالنسبه لي اعرفها لكم، يعني لو في انتوا عايزين اي شيء تاني انا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. طيب ممكن سؤال؟ اتفضل. طيب لو اثناء الحفر واحنا نحفر الاوبن هول لو حصل معانا كومبليتلي لوس وبعدين جلسنا نضخ وضخينا ال سي ام وما فيش معانا راجع، بعد فتره حصل معانا جين وراجع، كيف نتصرف بالحاله هذه؟ بعد فتره حصل معاك جين وراجع، يعني تقصد انت كده فيك عندك كيك؟ ايوه بس بالبدايه كان كومبليت لوس ما فيش راجع، ما انت كومبليت لوس وانت عملت خلاص ضخيت ال سي ام المفروض يكون سدي لك اللوسز المكان اللي فيه لوسز، وبالتالي عشان كده ظهر عندك الجين. الجين حصل عندك كيك وحصل عندك جين، وبالتالي انت هتشتغل معاه الشغل العادي بتاعك، ما انت خلاص هتعمل شاطن وهتشوف البريشر في شاطن بريشر ولا ما فيش، لانك انت مقنوي، يعني انت هتضطر تاخد الشاطن بريشر بتاعك وتشوف البريشر بتاعك كام وتشتغل زي اللي الشغل اللي احنا عملناه عادي خالص. طيب عمليه الفيلنج تتم من الانولاس ولا من الدريل بايب ولا خلينا نتكلم الفيلنج الاول ساعه ما بتحصل المشكله معاك بتاع اللوسز، يعني لو عندي كومبليت لوسز المفروض اعمل ايه؟ هعمل فيلنج للهول بتاعت من الانولاس عادي، انا بس عاوز بيكون في الغالب بالميه بالووتر، يعني انا بعملها بحاجه اخف، انت عندك كومبليت لوسز فبتحط في الانولاس بتملاها من الانولاس ووتر تمام، او براين عندك وات ايفر اللي شغال بيه في الحفر، فانت بتملى الهول بس بايه بوزن خفيف عشان ما ايه عشان تحافظ عليها مليانه وتشوف كميه اللوسز اللي عندك، ما يجوز ان انت عندك كومبليت لوسز والفلويد لسه على السيرفيس، يعني الهول مليانه لحد مثلا تحت البيو بي على طول مثلا او البي نب، مش لازم الكومبليت لوسز معناه ان انا نزلت بالدروب بالليفل خالص، ولكن ممكن يكون كومبليت لوسز يعني معناه ما عندكش راجع، كل اللي انت بتضخه بينزل في البير بس ستيل عندك ليفل لحد السيرفس معايا كده، فانا عشان اعرف الليفل بتاعي فين بتاع المض
بعمل ايه؟ بضخ الايه؟ بضخ كميه من الوتر في الانالوس عشان اعرف المقدار الليفل بتاعك النازله المضي كان نازله لحد فين. ماشي يا شمهندس. ماشي يا شباب. طيب خلاص انا زي ما ذكرنا كده انا خلاص ما عنديش اي شيء. اشكركم يعني لحسن الاستماع وفرصه طيبه، كانت فرصه سعيده ان انا التقي بكم اليوم نكمل الفات يعني، واشكركم جزيلا يعني.